بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعاء 27 ديسمبر 2017. يا صباح الخير على حضراتكم. النهاردة حلقة جديدة من حلقات صباح دريم ولقاءاتنا معاكم. والنهاردة الحقيقة كلنا سعادة أنه ما نحمله من أخبار وما لدينا من فقرة رئيسية النهاردة بتحمل خبر سار جدا وخبر الحقيقة يهم ملايين من المواطنين المصريين، وخبر الحقيقة بقالنا سنين طويلة جدا في مصر في انتظاره، وخبر أيضا في صباح دريم ربما لنا يعني بشكل خاص كمان متابعينه بقالنا فترة طويلة جدا. نتحدث عن الحقوق الحقيقية لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أبنائنا وإخواتنا ملايين المصريين. في أرقام بتشير إن هم 15 مليون حد في مصر هنا مواطن عنده إعاقة، في أرقام بتقول لا هم أقل من كده. أيا كان الرقم كام، يعني زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات، لو مليون، لو 100 ألف، لو مواطن واحد، فما بالنا ان هم يعني طبعا عدد كبير قوي كده، وعدد الاسر في مصر التي عليها ان تتعايش مع مريض لديها او شخص لديها له اعاقه او عنده اعاقه ومن ذوي الاحتياجات الخاصه. فلما كل الناس دي بقالها سنين بتدور على حقوقها، بتدور على كرامه حقيقيه، بتدور على تنظيم حياتها في المجتمع، في وقت الحقيقه المجتمع ظلمها كتير جدا. إحنا عندنا في مصر هنا ظلمنا ذوي الاحتياجات الخاصة كتير جدا، وكما لو إنه الإنسان بيتولد وهو بإيده إنه هو إما يكون سليم ومعافى صحيا وجسديا وعقليا وذهنيا، يا إما بإيده إنه هو يختار إنه هو يكون عنده إعاقة، فأنا بعاقبه وأقوله لا مش أنت اخترت كده، يبقى أنت تعيش بقى بلا حقوق، تعيش أنت بس عليك واجبات وخلاص، تعيش ما أنتش عارف تتعلم صح، تتعالج صح، تمشي في الشارع صح، تطلع على الرصيف صح، تركب عربيتك صح، تركن صح، تصرف معاشك صح، مش عارف تعمل أي حاجة في الدنيا. طبعا كده أعتقد واضح جدا هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن الخبر الجميل اللي أبهجنا في الحقيقة بالأمس، وهي موافقة البرلمان المصري على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا لو حضراتكم تفتكروا إحنا الأسبوع اللي فات ده كنا فاتحين، أو مش الأسبوع اللي فات بس، يعني إحنا على مدار حلقات كثيرة في صباح دريم فتحنا ملف هموم ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان الأسبوع اللي فات برضو لدينا، الأسبوع اللي فات واللي قبله الحقيقة، على مدار الأسبوعين اللي فاتوا دول كان معانا يعني عدد كبير جدا من السادة النواب. احنا الاسبوعين اللي فاتوا دول حشدنا كده في صباح دريم وخصصنا مجموعة كبيرة من الحلقات، اتكلمنا في حلقة خصصناها لضمور العضلات وهو امر لو تعلمون عظيم الحقيقة، واتكلمنا في حلقة تانية بصفة عامة بقى عممناها عن اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. امبارح بس مجلس النواب المصري نقدر نقول ان هو حقق انجاز، نقدر نقول ان هو حقق حاجه او يعني بدا في حاجه مهمه جدا في انتظارها بقالنا سنوات طويله جدا. هذه الانجازات او هذا الانجاز يحسب للبرلمان المصري، يحسب للجهه التي قدمت مشروع القانون ده في البدايه، يحسب للمؤسسات والجهات المسؤوله في البلد، والحقيقه بالامانه يعني يحسب كمان لكل من لديه إعاقة اللي استحمل وصبر كتير جدا عشان النهاردة نقف هنا ونهني ونبارك لبعض ونقول مبروك على الموافقة وإقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وحصوله على الموافقة النهائية من البرلمان. لو إحنا بجد عايزين نعلن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، يبقى يعني عايزين بقى إيه؟ عايزين نستفيد من تجارب سابقة. يعني عايزين لما قلنا ان احنا عندنا عام للشباب، صحيح ربما بعض المشروعات اتعملت، ربما بعض وسائل تمكين الشباب اتعملت، ربما كان في بعض المؤتمرات اتعملت للشباب، لكن برضو كان في حاجات تانية كتير كان ممكن نعملها للشباب. لما قلنا عام المرأة، ما اعرفش قد ايه ممكن نبقى حسينا اذا كان عام المرأة ولا لا، يعني بصرف النظر ان احنا سعداء ان عندنا حكومة فيها 4 وزيرات، عندنا حكومة فيها محافظ امرأة، محافظ البحيرة امرأة، عندنا بقينا نسمع يا ست المحافظ حضرتك، مش يا ست المحافظ حضرتك، لكن برضو الصراحة برضو في حاجات كتيرة جدا للمرأة لسه عايزين نعملها. فعايزين بقى نستفيد من ده ان احنا لما نقول 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة نبدأها كده بسم الله الرحمن الرحيم بإقرار هذا القانون اللي من عشرات السنوات كان المفترض أن يكون لهم هذا القانون المعدل بكل بنوده التي تضمن لهم
حياة آدمية وحياة كريمة تليق بهم كمواطنين مصريين. بصدور هذا القانون أو بإقراره، ولسه طبعا هو يعني تم إقراره بالأمس، نقدر نقول إنه الحلم اللي فيه ما يقرب من 15 أو 13 أو 15 مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة بيحلموا بيه، بينتظروه من عشرات السنوات. بدأنا يعني نطمح كده إن احنا نكون إيه على بداية الطريق الصحيح لتحقيق هذا الحلم إن شاء الله يا رب بإذن الله. لكن حضراتكم عارفين إن احنا في صباح دريم طماعين، يعني لا نكتفي بإنه إيه ده مبروك ونسقف والبرلمان أقر القانون، لا، احنا دايما عندنا سؤال أصبحنا مشهورين بيه في صباح دريم: ماذا بعد؟ ماذا بعد إقرار القانون؟ يعني إيه هي بقى الإجراءات؟ نتكلم بجد جدا بقى. طبعا الجد إنه كان يعني نص الجد إن احنا نشتغل على قانون ويتم إقراره، في نص تاني من الجد، النص التاني بقى من الجد اللي هو ماذا بعد إقرار هذا القانون؟ إيه هي الإجراءات اللي بيتم على الأرض يتم على الأرض تفعيلها وعملها لتفعيل بنود هذا القانون؟ ولا هيبقى القانون ده ومحدش يقول لي متشائمة؟ لا، أنا بطرح سؤال أعتقد مشروع جدا. إحنا في مصر على فكرة مش بحاجة القوانين، صحيح عندنا طبعا قوانين يعني بالية محتاجة لإعادة فورماتة وأبديت سوفت وير ابديت سريع جدا، لانها قوانين قديمه جدا لا تتناسب وطبيعه العصر اللي احنا فيه، لكن احنا ما عندناش نقص في القوانين. وبالتالي انا هسال السؤال اللي كل مواطن بيساله: هيبقى القانون ده زيه زي قوانين تانية كتيره جدا موجوده وزي الفل لكن لا تفعل ولا تطبق على ارض الواقع؟ هنعرف كل هذه الاسئله ونتكلم بقى وهندخل مع حضراتكم ان دبث، يعني في العمق كده زي ما بيقولوا، مع ضيفي الكريم، ضيفي الكريمين اللي حينوروني بعد دقائق قليلة: الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن. هنتكلم معاهم، واسمحونا ان احنا النهاردة هنبدأ الحلقة بشكل كمان استثنائي، هنبدأ الفقرة دي مباشرة بعد دقائق قليلة جدا، اولا لانه عايزين ناخد اكبر قدر ممكن من اتصالات حضراتكم، من مخاوف حضراتكم، من امال حضراتكم اللي بتضعوها على هذا القانون وتفعيله وتطبيقه، وثانيا علشان كمان يلحق يكون معنا وقت ويعني نستمتع أكتر بضيفينا الكريمين اللي ممكن يكونوا بعد كده عندهم بعض الارتباطات. فهنبدأ إن شاء الله بإذن الله بعد دقائق قليلة نستقبل ضيفينا الكريمين ونفتح هذا الموضوع تحت عنوان ماذا بعد إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. الدولة عليها إيه؟ المجتمع المدني عليه إيه؟ الإعلام عليه إيه؟ المواطنين في الشارع والسلوكيات عليهم إيه؟ خليكم معنا نبدأ إن شاء الله، نقول بسم الله ونبدأ مع بعض حلقتنا وهذا الحوار المهم جدا. ونفتكر دايما دايما انه، وعلى فكرة فقرتنا الإخبارية موجودة زي ما هي ان شاء الله في النص الأخير او في الجزء الأخير، وبدعوكم تتابعوها معنا لانه عندنا مجموعة اخبار مهمة جدا لهذا الصباح ومختلفة جدا ايضا. لكن نطلع فاصل سريع ونرجع، وخلونا طول ما احنا بنتكلم على مريض أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص لديه إعاقة ما، نفتكر إنه في النهاية هذا الشخص هو إنسان، هو إنسان طبعا، هو مواطن وبحكم الدستور له واجبات، عليه واجبات ولديه حقوق، ولكن في الأساس هو إنسان، وبالتالي يستحق أن نتعامل معه على إنه إنسان ولا نتعامل معه على إنه معاق ولا يصلح في المجتمع. يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، ونبدأ حلقتنا النهاردة بفقرتنا الرئيسية طبعا المهمة جدا، وهذا الحوار اللي الحقيقة بقالنا كتير جدا مستنيينه. احنا بقالنا طبعا يعني شهور طويلة نتحدث عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد قانون ليهم وإقرار قانون ليهم يضمن حقوقهم وواجباتهم أيضا، ويتحدث عن تنظيم بقى الحياة وتيسير الحياة بالنسبة لهم. ده صحيح بيحصل بقاله فترة طويلة جدا عندنا في صباح دريم، لكن الحقيقة بقول ان احنا منتظرين مناقشة هذه الفترة عشان نطلع نقول انه بفضل الله تعالى تم بالفعل اقرار هذا القانون. لكن زي ما قلت لحضراتكم منذ دقائق احنا طمعين شوية بزيادة في صباح دريم، ودائما ما يعني نرغب في أن نتطلع إلى الأمام، وبالتالي الأمام ده بيحتم علينا سؤال مهم جدا: ماذا بعد إقرار هذا القانون؟ عايزين نتكلم في ده، وعايزين نتكلم على كل ما يخص أولا إيه أبرز، طبعا يعني أكيد مش هنلحق نتكلم في كل بنود القانون، لكن ما هي ربما من وجهة نظر ضيفي الكريمين ما هي أبرز البنود والمواد في القانون التي تنظم بحق حياة آدمية إنسانية كريمة
لكل من لديه إعاقة أو لكل من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. برحب بضيفي الكريمين اللي منورنا الحقيقة النهاردة في صباح دريم، سيادة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. منورنا يا فندم. أهلا وسهلا. وبرحب بضيفي الكريم اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن واستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة. يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ. منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك. ووشنا كان حلو على بعض الحمد لله. اكيد يعني اكيد من ايام بس قعدنا وعملنا نقاش كبير جدا. الحمد لله بفضل الله. والحمد لله تم انهاء القانون واصداره. والحمد لله رب العالمين انه في هذا البلد. على فكره احنا انا امبارح بس هنا في صباح دريم كنا بنعرض صوره على الشاشه لقاعه مجلس القاعه الرئيسيه مجلس النواب وهي خاليه تقريبا تكاد تكون خاليه يعني. والحقيقه انا كنت بتكلم بصراحه وبقول ان المواطن لما بيشوف ده بيزعل وبيحس انه الله طب فين النواب؟ فين اللي احنا رشحناهم عشان يمثلوا صوتنا؟ الناس دي المفروض ما تروحش بيتها اصلا من فتره. يا فندم امبارح القاعه كانت مكتمله. ما ده اللي انا بقوله بقى انه زي ما عرضت الصوره دي انا لازم النهارده اعرض الصوره الاخرى واحيي الصوره الاخرى اللي كان فيها بالامس اتفاق واجماع والحقيقه تصفيق حاد. يا ريت استاذن حضرتك يا سياده النائب توصف لنا الكواليس اللي صاحبت بالامس الموافقه على اقرار هذا القانون. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلينا نقول صباح الخير. صباح النور. وصباح الامل. وصباح التفاؤل. خليني أهني 15 مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة. مش 15 مليون في الحقيقة لأن كل واحد فيهم له أسرة. أسرة يمكن عانت سنين طويلة. القانون القديم يا فندم كان رقمه 39 لسنة 75. أنا قلت في القاعة امبارح إن عدى على القانون 42 سنة. والقانون القديم الحقيقة ما كانش فيه حاجة. كان في 5% نسبة العمل وأنا بقول كنائب ما كانتش مفعلة. القانون ده طفرة تشريعية. ولو أنا حكيت لحضرتك إيه اللي حصل في القانون ده من دورتين اتنين من لحظة ما تم انتخاب هذا المجلس ثم تم انتخاب لجان نوعية وما كانش عندنا لجنة خالص اسمها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. لم تكن موجودة بالأساس في البرلمان. ما كانتش موجودة. كانت لجنة التضامن جزء من اللجنة الدينية. نعم. بيجي المجلس ده في بدايته وبناخد موافقة على إنشاء لجنة جديدة اسمها التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة. الكلام ده له مفهوم وله بعد جديد وإزاي اللجنة دي حضرتك بتهتم بقضايا حيوية. عايز أقول لحضرتك بعد اجتماع اللجنة مباشرة وأول يوم تم الانتخابات هيئة المكتب بتاع اللجنة وحطينا الأجندة التشريعية كان رقم واحد في الأولويات بتاعتنا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. بدأنا نشتغل حقيقة يا فندم عشان حضرتك بتسأليني على اللحظة. أنا امبارح الحقيقة وأنا واقف على المنصة والسادة الأعضاء بيوافقونا على القانون أنا كنت هبكي الحقيقة غصب عني. ده حضرتك دلوقتي متأثر لدرجة جداً أنه أنا أشعر منك جدا يا فندم لأن حضرتك أنا عشت الحدث لحظة بلحظة. عايز أقول إن إحنا كمان لنا تجربة الحقيقة تشريعية غير مسبوقة من خلال قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. لما بدأنا نشتغل مع اللجنة أنا قلت هدعو لحوار مجتمعي عشان أسمع أصحاب الشأن. يمكن حضرتك دعيت 576 جمعية ومؤسسة وعالم ومتخصص في مجال الإعاقة. ده فتحنا أبواب المجلس خدنا موافقة من دكتور علي عبد العال ودي كانت أول حوار مجتمعي يحدث داخل المجلس النيابي. المجلس فتح أبوابه دكتور علي وافق ان احنا نستضيف الناس. القاعة اكتظت باهلنا وابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة رؤساء جمعيات اتحادات نوعية وبدأت كان معايا مشروع القانون في ايدي بدأت اعرضه عليهم
وخدت 1356 مداخله وملحوظه على مواد القانون اللي كان في ايدي. وطلعت بعد 1356 ده ان حضرتك تحفظ الرقم اصلا دي حاجه صعبه فانك كمان تتعامل مع الملاحظات دي كلها. دي حضرتك سابقه تشريعيه. انا طلعت جمعت امانه اللجنه وقلت لهم يعني ربنا هيحاسبني وربنا هيحاسبكم لو فوتوا ملحوظه واحده. وبدانا يا دكتور محمد نراجع ماده ماده من القانون اللي احنا كان في ايدينا واطبق الملحوظات واشوف مدى التوافق. واشتغلنا وقت طويل في هذا القانون حتى التاريخ بالظبط 12/12/2016. اللجنه بتشتغل كام؟ 12 لتجهيز القانون، لوضع بنود القانون. 12/12 الحكومه تقدمت بقانون من جديد. فاصبح لزاما هذه اللخبطه خلاص اصبح لزاما عليا ان احنا نراجع القانونين مع بعض ونعمل ميرج او ادماج توافق ونعمل توافق. وده اللي حصل فعلا ما بين لجنه التضامن ووزاره التضامن عشان نطلع في النهايه تشريع. انا بقول لحضرتك وانا بقلب ثابت وبضمير مستريح احنا رجعنا كل القوانين العالميه، رجعنا كل الاتفاقات الدوليه، شفنا العالم الخارجي بيعمل ايه ولقينا ان احنا بعيد. القانون ده بيسد فجوه كبيره جدا جدا وبيعالج مسائل عديده صحيه اجتماعية تعليمية ثقافية رياضية قانونية سياسية يعني كافة بمناحي الحياة ازاي تم ضبطها من هذا القانون. لحد امبارح اول امبارح وكواليس بقى كنت قاعد في مكتب السيد وزير المالية بنراجع مادة مادة وكلمة كلمة. ويمكن امبارح انا شاهدت في القاعه دكتوره غاده والي سندتنا، دكتور علي عبد العال سندنا. الصوره اللي على الشاشه دي من غير قطع كلام حضرتك بتشبه عليها، دي بالفعل كواليس اعتقد جلسه الامس. جلسه الامس صح كده دي جلسه تاريخيه زي ما حضرتك بتقول. جلسه تاريخيه الحقيقه. شوفي حضرتك تسجل من حروف من نور عشان ان يتم هذا التوافق ويخرج القانون بهذا الشكل المشرف. جلسة تاريخية الحقيقة دي. جلسة أنا عايز أقول لحضرتك إحساس كمان اللي محدش شافه. إن القانون ده القوانين دايما بيبقى فيها رأي ورأي آخر وموافق ومحترض. صحيح. لكن القانون ده واتهامات متبادلة أحيانا. لكن ده كان وأنت مصلحتك إيه؟ لا أنت اللي مش قلبك على الموضوع، لكن المرة دي أعتقد الموضوع توافق مختلف. إيه بقى حضرتك؟ السادة أعضاء المجلس كلهم معانا. لجنة التضامن ووزارة التضامن كلنا في اتجاه واحد. السيد وزير المالية، أنا بذكر السيد وزير المالية ليه؟ لأن وزارة المالية عندها ضغوط مهولة وتحديات وأعباء مهولة. كل سطر مكتوب في هذا القانون بيترتب عليه حجم ضخم من الأعباء المالية اللي لازم وزنة الدولة هتشيلها. لحد اول امبارح وفي جلسه خاصه مع السيد وزير الماليه وبنراجع ويشوف الماده ويسالني اقول له الوضع كذا يقول لا، ينحاز ايضا الى ابنائه من ذوي الاحتياجات الخاصه. قوه دفع كبيره جدا. وامبارح انا قلت من الاب والانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو حضرتك جعل 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة. والكلام ده حضرتك لما رئيس الدولة يقول ان عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة يعني جرس انذار لكل مؤسسات الدولة اشتغلوا وشوفوا المشاكل فين اقتحموها. قوة دفع ضخمة جدا. فعايز اقول لحضرتك كان لازم امبارح بعد ما ناقشنا هذا القانون، لا قبل امبارح والمناقشة، قبل بس ما انتقل لسيادة اللواء، قبل امبارح والمناقشة كنت هتحكي حاجة وانا قلت حركة على الصورة اللي على الشاشة. قلت اول امبارح وانا في مكتب الدكتورة غدا والي، وانا في مكتب او وانا في المكتب مع الدكتورة غدا والي، وانا في حاجة في الكواليس كده كنت هتحكيها. لا انا كنت بحكي ان احنا خدنا دعم
وزيرة التضامن حاسة بالمشكلة وشايفة قانون عدى عليه 42 سنة وشايفة شايفة الناس تعبانة يا فندم. يا فندم لو قانون بقاله 100 سنة بس يعني حضرتك واحد مش عارف يطلع رصيد لأصحاب للناس اللي معني بيهم القانون تمام، لكن الناس تعبانة. شوفي حضرتك أعباء اجتماعية، أعباء مادية، المجتمع كله بيشكل إعاقة، المجتمع هو اللي معاق مش مهيئ في تعامله مع ذوي الاحتياجات الخاصة. المجتمع هو اللي معاق، هو اللي مش مجهز مش مهيئ عشان نعرف نستخدمه ازاي. الرصيف مش مظبوط، المبنى مش مجهز، فتحة الأسانسير مش مظبوطة، مدرسة مش مظبوطة، مدرسة ما فيهاش الأدوات التكنولوجيا الحديثة اللي ممكن يوصل بيها العلم. على فكرة يا فندم المجتمع اللي يهدر طاقات أبنائه، أنا بقالي سنين بتعامل مع أبنائي وإخواتي وأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، طاقات إيجابية رهيبة. صحيح. كانت لحظات سعادتي لما الاقي واحد فيهم بيعمل رسالة دكتوراه وماجستير ويجي بيكتب لي عليها إهداء، كنت بحس إن أنا خجلان إن إحنا كلنا مقصرين. لما استضفنا أبطالنا في الدورة البرلمانية وهم محققين إنجاز محدش عمله، كان لازم نتوقف ونقول إن الدولة اللي تهدر طاقات أبنائها أكيد يبقى فيها حاجة غلط. لازم نوظف طاقتنا كلنا في وقت حضرتك في تحديات وفي صراع، واللي بيراجع المشهد ويشوف مصر واقفة بطولها في المنطقة بتواجه قد ايه تحديات، الرهان الوحيد حاجتين اتنين، ان احنا كشعب بنتكاتف ونحط ايدينا في ايدين بعض ونخاف على بعض ونفعل طاقات هذا الشعب المبدع. يعني كلام في الصميم، خصوصا بعد سنوات من تهميش أصحاب الاحتياجات الخاصة وعدم قدرة الدولة والمجتمع التعامل معهم بشكل يليق بهم. وهاخد من الكلمة الحقيقة اللي قالها سيادة النائب إنه المجتمع على مدار طول السنوات اللي فاتت دي هو من كان لديه هذه الإعاقة، هو اللي كان عنده الإعاقة، إعاقة في التعامل مع أبنائنا من أصحاب الاحتياجات الخاصة. سيادة المستشار، المشروع إذن الذي يعني بدأ يخرج للنور بالأمس وتم بالأمس إقراره والإجماع عليه ده إذن هو مشروع نتاج مجهود جماعي. خلينا نقول يعني لو احنا عايزين ندي مثل على التيم وورك وفريق العمل والمجهود الجماعي، ممكن نضرب ان شاء الله في المستقبل مثل بهذا القانون من لجنة التضامن والأسرة والذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان مع وزارة التضامن الاجتماعي. اولا انا صباح الخير على مصر كلها. صباح الفل يا فندم. تحية خاصة واجلالا وتقديرا واحتراما لقائد مصر الرجل العظيم عبد الفتاح السيسي، وبقول الشكر والتقدير لكل من بذل هذا المجهود، سواء من الدكتورة غادة والي التيم ورك اللي معاها تعاون مع الدكتور عبد الهادي القصبي واللجنة والحكومة. صحيح. كان في طبعا احنا معانا الدكتورة غادة والي كانت مدية اهتمام بالغ لهذا القانون سعادتك، وعشان كده احنا لما عملنا القانون ده وكان الدكتور عبد الهادي في توافق لإعداد قانون آخر، فتقدمنا بهذا القانون الوزارة، وطبقا للائحة 186 من اللائحة المادة فبيتقدم قانون الحكومة ويبدأ في مناقشته. فحصل التوافق بين البرلمان متمثلين في اللجنة التضامن الذي له كل التقدير الدكتور عبد الهادي مع الدكتورة غادة والي في متضمنة وزارة التضامن. نحن كلنا متعاطفين تماما وكنا فعلا فرحانين من جوه. عملنا لكان استماع كثيرة في الوزارة برضو. سمعنا من كل الناس لان هم ليهم احتياجات واحنا يمكن ماسين الامور اللي هي بتتعلق بيهم.
كان من ضمن الامور اللي هي متعلقه بيهم كان يجي يقول لك ايه، انا انت طبعا عرفتي احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان اللي بيجيب عربيه وبعدين ان هو بيبيعها، وهنرجع نعيد تاني النهارده نقاط مهمه كده بالظبط كده كثيره، وكان القانون وامكانيه ان احنا نسمح لقريب من الدرجه الاولى ان هو دلوقتي دي عايز اسال فيها بس انا هقول هي عايز اسال فيها. انا هقول لك عليها. كان في القانون 9 دي نقاط اساسيه وما حدش كان بيتكلم فيها زمان. ما هو ليه بقى؟ لان كان في القانون 39 ل 75 وده لا ما نقدرش نلغيه الا باصدار قانون اخر. تمام. فصدر القانون، تم الغاء القانون 39 ل 75 بحيث ان هو يلبي احتياجات ذوي الاعاقه. فلغايه امبارح فعلا اضافت مميزات لذوي الاعاقه محترمه جدا، لان ديت ان انا ازاي احط له الكود الهندسي في المباني، ازاي اخلي العربيه بتاعته ان هو يسوقها، لو ما يقدرش يسوقها يجيب سواق، لو ما يقدرش يجيب سواق لغايه اقارب الدرجه الاولى ابوه اخوه يسوق العربيه. هو معلش سؤال يا فندم انا اسفه، هو ليه تحديد درجه القرابه؟ يعني يفرق ايه مع الدوله اذا كان باباه ولا صاحبه او لا جاره؟ لا اقول لسعادتك، لان هو اللي جرى العمل ايه اللي احنا لاحظناه؟ ان في بعض الناس بياخد العربيه ويبيعها، طبعا ده بتفوت على الدوله الضرايب المستحقه والجمارك طبعا، فاحنا بنقول له احنا دي ميزه ليك لمده 5 سنين انك تستعمل العربيه دي ما تبيعهاش. طب بالنسبه لقياده العربيه، قياده العربيه بيخلي تفرق مع حضراتكم او مع الدوله في يا اما سواق مؤمن عشان اضمن انها بتاعته ان هو ما بيعهاش، لان هو يبقى طب ما هي الرخصه باسمه يا فندم، ما هو الرخصه باسمه، ما هو انا بعمل لك توكيل، لما بعمل لحضرتك توكيل في المرور بتفضل الرخصه باسمي تمام. وانا اللي سوقها، لكن احنا بنقول دلوقتي لا سواق مؤمن عليه لا اقارب له من الدرجه الاولى تمام، اخوه ابوه ابنه ايا كان ان هو يسوقها. وتم ادخال كمان اللي هم الاقزام لغايه 140 سنتي، دخلنا ذوق الاعاقه الذهنيه ان هو يستفاد من كل من له ذي اعاقه تحدده اذا كانت جسمانيه او ذهنيه. طب الاعاقه الذهنيه يا فندم ادركتوها ازاي في والله ده كان مجال نقاش كبير جدا ويعني كان التعامل معها صعب بين اين الدكتوره غاده والدكتور عبد الهادي وتواصلوا ان الاعاقه الذهنيه هي اعاقه، يعني هناخده نطلعه بره، ما هو نفترض واحد بيروح ياخد جلسات او تعبان واهله عايزين يجيبوا له عربيه بسوق او يسوقوا له، ما احنا لازم نحطه لان هو عنده اعاقه ما يقدرش يتعامل مع الناس بالمعامله العاديه. فلو شوفي خلاص، ما احنا برضو كل حاجه محدده، عندنا قسم ان احنا النهارده اللي هو بيضر ذو الاعاقه، لو واحد النهارده ضره او ما خدش باله منه او ما راعهوش، في قانون اتحط النهارده طبقا لقانون العقوبات ان هتندرج من الجنحه من الحبس للغرامه توصل للسجن 10 سنوات، يعني تدرج في العقوبه. احنا وصلنا بيهم النهارده انهم يندمجوا في المجتمع اندماج تام بحيث انه ما يحسوش باي فوارق، باهله علميا، باهله ان المدرسه ان هو يكون مثلا الفصل في اول دور، ايه المستلزمات بتاعته بعد ما يتخرج، ايه ان انا اهلته ان هو هيشتغل فين، مكاتب القوى العامله بيندرج فيها، كل الكلام ده، ازاي ان هو ياخد اعانه، ان هو ازاي يجمع بين معاشين. النهارده كل ده اتحط ما كانش موجود، وكل دي زي ما قال الدكتور بقى فيها تحمل غير عادي لوزاره الماليه ما تتحمله على خزينه الدوله طبعا في طبعًا الحاجات دي طبعا. انا عايزه اسال سؤالين في منتهى الاهميه. ما ذكره الان سياده المستشار يعني من اول بدا يتكلم على ازاي بدايه من الكود الهندسي للعمارات ازاي يتعامل، مرورا بقى بكل التفاصيل الثانيه اللي ذكرها سياده المستشار، الحقيقه ان انا قاعده بتخيل كده في دماغي انتوا قد ايه كنتوا محتاجين درجه عاليه من التنسيق طبعا تقريبا مع كل مؤسسات الدوله طبعا. يعني عشان كده ده ممكن يبقى اصعب حاجه يا سياده النائب في الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك بالفعل كل ماده، مش كل ماده، كل كلمه جوه الماده كان لها حسابات. مساله حضرتك مش بسيطه. الكود الهندسي اللي بيتكلم عليه الدكتور محمد في الزام دلوقتي للدوله، كل مؤسسات الدوله ممنوع ان مبنى يطلع ما فيهوش تهيئه،
والقديم كل المباني اي واحد يصدر ترخيص دلوقتي بعد بعد صدور القانون يبقى لابد ان هو يراعي مواصفات الرامب بتاع المدخل العماره حجم الاسانسير المواصفات التهيئه داخل المبنى بالكامل تواليت كل حاجه واخد بال حضرتك اي عقار الانديه المنتجعات المطارات كله لازم يكون مهيئ للاستخدام الرصيف وحضرتك طالعه فيه فالحقيقة حضرتك خلينا أقول لحضرتك تاني اللحظة التاريخية اللي زملائي النواب والدكتور علي بيقول الموافق على القانون يتفضل بالوقوف والمجلس كله بيقف حضرتك أنا من جوايا اتهز عارفة ليه حضرتك في لحظة 15 مليون مواطن بياخدوا حقوقهم بياخدوا و15 مليون مواطن يا فندم اولا اتظلموا كتير قوي ومحدش بص لهم وثانيا يا فندم عندهم يعني ربنا سبحانه وتعالى ربما وهبهم بهذه الاعاقه لاسباب او بهذا الاحتياج الخاص انا بقول وهبهم وانا قصدك الكلمه دي لانه يعني كل ابتلاء هو رزق من عند حتى الابتلاء هو رزق من عند الله سبحانه وتعالى بس قصدي اقول انه هم لا يعيشون حياه سهله بكل المقاييس من لديه اعاقه حركيه طبعاً. اعاقه ذهنيه يعني اكيد مش عايش حياه سهله اقول لحضرتك حاجه مفيش مواطن مفيش انسان ممكن في لحظه واحده يبقى في نفس الوضع بس انا كمان عايز اقول حاجه الحقيقه يمكن بيحضرني حديث رائع لعالم الأمة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو بيقول ربنا سبحانه وتعالى هو خير العادلين فأوعى واحد أهبل يتخيل إن هو عنده ميزة أكتر من اللي قدامه عارفين ليه؟ لأن ربنا هو خير العادلين فعطاء ربنا لو قلنا بيدي لكل واحد 10 درجات كل البشر كل واحد خد العشر درجات بتوعه اوعى ما اداش لواحد 8 فجايز ادى لواحد صحة ومال وخد منه ولد وجايز ادى لواحد ولد وخد منه مال وجايز واحد عنده اعاقة بس اداله قوة علم وكذا وبالتالي او كل حتى لو راحت بال اداله راحت بال يا فندم يحط راسه على المخدة بالليل يعرف لا مش على المخدة من غير منومات اقول لحضرتك يعني جايز رجل اعمال كبير قوي حامل هم المصانع وراح صحيح واحد بينام على رصيف مش عم مخده يا فندم بس بيحط دماغه كده نايم مبسوط وسعيد لان ربنا اداله كنز محدش شايفه اسمه القناعه ادى الواحد مال بس هو مش عاجبه حاجه خالص مش مبسوط بيه لكن ادى الواحد تاني حاجه اسمها القناعه ما هوش حاجه خالص بس سعيد اكتر من اي حد في الدنيا وبالتالي العطاء بتاع ربنا متفاوت فطالما ان الانسانيه موجوده يبقى ما فيش واحد فينا يتوقع ان ده عنده مشكلة هو عنده مشكلة وانا عندي 10 مشاكل بس القصة الظاهرية مختلفة هي الفكرة اللي بنقولها طول عمرنا كده بالبلدي فكرة ال 24 قيراط هم دول يا فندم هم دول يا فندم ممكن استسمحكم ناخد بعض الاتصالات الهاتفيه ونرجع بقى عايزين ندخل في القانون طبعا مش هينفع نتكلم على كل بنوده بس انا عايز اعرف من حضراتكم رؤيتكم لابرز البنود ايه اللي فيه وعايز اسال حضرتك يا سياده النائب وحضرتك طبعا سياده المستشار عن الحقوق السياسيه برضو طبعا حضرتك لما قلت في البدايه كلمه حقوق كذا وكذا وكذا والسياسيه دي محتاجين نعرف منها كيف يمكن بموجب هذا القانون ان يحصل من لديه اعاقه او احتياج خاص على حقوق سياسيه اخد ابدا بناهد اسكندريه اتفضلي يا ناهد صباح الخير مدام صباح النور بالنسبه للاستاذ الحماين اللي هو باخد باله من الاحتياجات الخاصه بترجاك انا مش بترجى انا بتوسل له انه كنت تعمل له حمله على كل دار الايتام اللي حاسين عليهم ذوي الاحتياجات الخاصه انا رحت شفت المنظر يعني ساعد قلبي خالص وتحاولت اتصل بالبرامج كلها حاولت اتصل بيهم علشان تنقذوا الاطفال اليتامى
اللي هم بدور الايتام دول فين حتى فهمت. يشوفوا اكلهم حماماتهم سرايرهم معاملتهم اكلهم بياكلوا ايه مين بيطبخوا الادوات اللي بيطبخوا بيها يعني ماساه عايشينها اطفال عيني معاقين وشكلهم جميل خالص ومنتهى الرقه. حاضر. الاول ما شاف انا قلت لها نفسي اشوف انا دايما بروح ليهم يعني بقدم في الخير. الفكره وصلت قولي لي بس يا بالظبط يا فندم فين حتى بالظبط المكان مكان. المكان فين؟ هو كذا دار انا رحتها الحقيقه في يعني محافظه ايه فرق. طب عايزين يا ناهد لو سمحتي ادينا الاسماء اسم اي دار انا ضيوفي الكرام الاثنين عايزين منك اسماء عشان يبداوا فورا يتحركوا محافظه ايه يا فندم اسكندريه فندم. يعني مثلا ممكن دار ايتام ساندوس فردوس فين؟ فردوس فين؟ فردوس الفردوس هو ساندوس دار الفردوس ودار السندس في اسكندرية بدوا بالقاهرة كمان يعني مش اسكندرية يعني هم ليهم فروع في القاهرة واسكندرية خليكي بس معلش محددة انا بتكلم على القاهرة انت بتكلمي على القاهرة دلوقتي بتكلمي على الفردوس دار لو سمحتي يا استاذه منى هو دلوقتي اصل في تداخل في الحاجتين احنا عايزين نحدد لان هي بتقول ان الاستاذه المتصله بتقول في تجاوزات او ننظر انا عايز اماكن محدده عشان هننزل عليها على طول دلوقتي اتفضلي يا استاذه نهد انا مش عايزه اذي حد يعني مش عايزه يا فندم لا هو نهد انت معلش سؤال بس هو حضرتك مصريه يا نهد هو يعني سؤال خارج الموضوع انت مصريه شاف الام البديله جايه جنبك جاي مستخبى ورا الكنبه بقول لها مستخبى ليه مستخبى ليه قالت لي السلسله ضربه دلوقتي فانا زعلت قوي وقلبي وجعني طيب. خالص لا هو احنا ما عندناش شك ان في طبعا حاجات كتيره لازم في دور الايتام تتظبط ما عندناش شك خالص في ده ناهد انت واضح انك مش عايزه تقولي حاجه معينه على الهوا فانا بس هستاذنك لازم تسيبي رقمك بصي انا ضيفايا الكريمين الاثنين مسكوا القلم والورقه وعايزين يكتبوا وسياده المستشار قال النهارده هيبداوا يحققوا فبس انا محتاجه منك معلومات محتاجه منك اسماء واماكن دور معينه خلاص معانا رقمها حاضر. طيب يعني استاذة ناهد انا متشكر لل هي صوتها موجوع الحقيقه واضح ان هي فاعل يعني بتروح دور كده كتير واضح ان هي بتشوف ممارسات مش طب عايز اقول لحضرتك عندنا مشكله في دور الايتام يا فندم عايز اقول لحضرتك على حاجه خلينا يعني نتكلم على المجتمع الاهلي والمدني الحقيقه عندنا كم كبير من دور الايتام موجود في مصر مش كل دور الايتام فيها مشاكل لكن بعض دور الايتام موجود فيها مشاكل بالفعل واحيانا بيحصل ايه يبقى دار الايتام نفسه زي الفل والاداره كويسه والمشرفين كويسين بس عنصر واحد جوه هو اللي سادي مريض نفسي بيضرب الاطفال بيعمل بيهم حاجه استاذه منى لو سمحتي انا عايز اقول لحضرتك يعني بجد يعني عايز اوضح حضراتكم فاكرين فيديو السنه اللي فاتت اللي تم طبعا فندم في دار الايتام اللي في حلوان المدرسه المشرفه اللي كانت بتحمي الولاد كنوع من العقاب طيب. الفجر في عز الشتاء ميه متلجه طب شوفي قبل الدكتور محمد اذن لي بس دكتور محمد المجلس النيابي مش مهمته تشريعيه فقط مهمته تشريعيه ورقابيه ويمكن احنا عندنا جولات وصوالات في زيارة دور الأيتام دي مع السادة أعضاء اللجنة وزيارات مفاجأة يعني حتى إن أحيانا ما كنتش بقول لزملائي إحنا رايحين فين يعني الصبح إحنا نازلين مع بعض بناخد باص وبنطلع نوصل للمكان أنا بس خايف من حاجة الحقيقة يعني المجتمع المدني والأهلي مجتمع تطوعي احنا عندنا فرق بين حاجتين هي المؤسسة دي الدولة هي اللي عاملاها ولا ده مجتمع أهلي ومدني هو اللي عامله خليني اتكلم الأول على المجتمع الأهلي والمدني عشان في حتة في منتهى الخطورة اللي في الدنيا المجتمع الأهلي والمدني ده مجتمع عطاء يعني واحد سيادتك شايف ان هو لازم يعمل حاجة هو عايز يعملها لله فأنشأ دار أيتام تمام على حسابه الخاص تمام وتكفل بالأولاد دول
تمام، بس يا فندم يا اما يتعامل معاهم بما يرضي الله، ده صحيح، يا اما متشكرين منك قوي مش عايزين منك تفتح دار ايتام. صحيح، في وزارة التضامن حتى ضوابط، محدش بيمارس الا بموجب تصريح بياخده من وزارة التضامن طبعاً. وفي اشراف. طب الضوابط دي معناها اسف يا سيادة، الضوابط دي انا عايز اقوله بس حضرتك قبل ما تنقلي، ان في اخطاء، بس انا ولازم الاخطاء نواجهها، ولازم زي ما عملت الأستاذة ناهد اللي عنده مشكلة لازم يبلغنا بيها الناس كمان، لأن احنا حضرتك عندنا 27 محافظة وكل محافظة ممكن يكون فيها 10 مراكز. صحيح. والمراكز دي يمكن فيها 500 قرية والدور دي منتشرة في جميع الأنحاء. صحيح. اللي مواطن يشوف ان في مكان في مشكلة لا يتصل بالوزارة. طيب. لا يتصل باللجنة. تمام. عشان نشوف السبب ايه، لازم يكون ايجابي برضو ويبلغ. ممكن بس اخد اتصالات وارجع على حضرتك عشان عندي ليك يا ست المستشار كذا سؤال في هذه الجزئيه. هاخد بس معلش معايا اتصالات كتيره. طب ناخد اتصالات كلها يا شباب ورا بعض عشان نعرف نوجه الاسئله. استاذ محمود بني سويف اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا فندم. انا عندي مشكله في ميناء اسكندريه. في فين؟ في اسكندريه؟ في اسكندريه. اتفضل. معلش يا استاذ محمود، بخصوص موضوعنا ده اللي بنتكلم فيه يا فندم، اصحاب الاحتياجات الخاصه والقانون. انا بحاول اتصل، اديلي اكثر من 3 شهور. طب استاذ محمود لو الموضوع بس فضل. متعلق بفقرتنا، الله يخليك هتبقى معانا على الهواء. لو لا بوعدك والله ما هنقفل معاك، زمايلي جوه هيسمعوا منك المشكله ايه وياخدوا اسمك ورقمك، والله ما تقلقش، ده وعد. انا بقول لستك موضوعي، انا في حاويه عندي في ميناء اسكندريه ليها اكثر من لقب. موضوعنا يا استاذ محمود الله يخليك، انا معايا ناس كتير قوي من اللي ليهم علاقه بالاحتياجات الخاصه طالبين يكلموا ضيوفي، بديهم الاولويه. خليك معانا. محمد القاهره اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ اتفضل يا فندم. حضراتكم يا جماعه اهلا وسهلا. انا من ذوي الاحتياجات الذهنيه. اهلا بيك. عندي كهرباء في المخ وصرع، وبروح مستشفى الامراض النفسيه في العباسيه كل شويه. انا عندي همين، عندي مأساتين مش قادر اتخلص منهم. اول مأساه هي المواصلات. انا راجل مش موظف ومعاشي كله على بعضه 700 جنيه. مطلوب مني ادفع تذكره اتوبيس ليه؟ رحت قابلت سياده اللواء رزق علي نفسه رئيس هيئه النقل العام. قال لي لا اعطي المجانيه الا للبتر والعمى فقط. يعني احنا يعني السم والبكم لا، الصرع اللي زي لا. انا لما بشتغل خيال مآت بطرد تاني يوم، يعني لما بشتغل فرد امن بيطردوني تاني يوم. اجيب فلوس منين عشان اقطع تذكره اتوبيس كل يوم 5 جنيه و10 جنيه؟ اكل ولا ادفع تذكره؟ البس ولا ادفع تذكره؟ اتعالج ولا ادفع تذكره؟ ده ما يرضيش ربنا، وهتدوني نص تذكره برضو غالي عليا، لان انا مش موظف ومش لاقي اشتغل. النقطه الثانيه ايه يا محمد؟ انت النقطه الثانيه بقى هي بتاعت الشغل بقى. انا بقى من حي الاميريه، وبصت جزمه رئيس الحي بقالي 3 سنين عشان يديني كشك، قال لي ممنوع، قلت له حاضر سمعا وطاعه القانون. حاضر كرسي؟ لا كشك. كشك حاضر ماشي. واخرة المتمة كشكين يتفتحوا جداد لناس مش مستحقين. ده انا كنت لسه هقول لك الاكشاك كلها اصلها فيها مشكلة وواقفة. لكن لو انت شايف ان هو ادى اكشاك لحد تاني يبقى لا، في كلام. فتح كشك جديد ما بقالوش اسبوعين، هو ولا 10 ولا شهر، على ناصية السواح. ماشي. رحت سالته، قال لي انا مش مسؤول، ده اللي رخص له سياده اللواء محمد ايمن. رحت سالت سياده اللواء محمد ايمن، قال لي لا انا مش ممكن اوافق على حاجه مخالفه، مستحيل. احنا كذا واحد في الأمريكية هنتجنن، احنا نفسنا ناكل عيش ومش لاقيين. طب مش ممكن يوافق على حاجه مخالفه واحنا مفترضين ده؟ امال فتحوا الاكشاك ازاي؟ يدي للي محتاج، يدي للي مش محتاج ويسيبنا احنا اللي محتاجين. ايوه سياده اللواء لما رحت له قال لك ادى رخص لهم الاكشاك ازاي فعلا؟ قال لي انا مش مدي رخصه لحد، مش مفيش رخصه جديده تدي لحد، مستحيل اكون اديت حاجه مخالفه. يبقى هم مخالفين، ممكن تعمل لهم ازاله في اي لحظه. طب ليه ما عملوش ازاله بقاله اسبوعين شهرين اهو؟ اقول لك على حاجه. طيب هنحاول نتواصل مع اللي هو محمد ايمن دلوقتي. حاضر يا محمد. هقول لك على حاجه. موظفين الحي ليل نهار قاعدين على القهاوي يشربوا وياكلوا ببلاش.
القهاوي محتلة الارصفة ومحتلة تحت الارصفة. انت في الاميرية؟ في الاميرية؟ قاعدين وياخدوا من العربيات الفول سندوتشات، وياخدوا من مطاعم الفول سندوتشات. ايه ده؟ واحنا اللي عشان مش قادرين ندفع رشاوة ومش قادرين نراضيهم ما بيدوناش حاجة. عايزة رقمك يا محمد لو سمحت. انا بقول الكلام على مسؤوليتي. حاضر. طبعا ماشي، انا معايا رقمك، انا معايا رقمك. حاضر يا محمد، خليك معانا، احنا نتواصل معاك. خليك معانا واسمع بس ضيوفي هيقولوا لك ايه. اخد بس مين يا شباب؟ لا، مين معانا اتصالات؟ نروين البحيره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. انا نروين، وعند وحاصره على صمت دراسات اسلاميه، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بيك يا ماشي. وقدمت طلب جهاز المركز للتنظيم والاداره بتعينه ضمن ال 5%. بتعينه ضمن ال 5%، وبعدين حلوا شؤون، وتمت الموافقه على الطلب وحلوا شؤون العاملين بالازهر من 2014. حفظوا الملف برقم 228 12/2/2014، والى الان لم يتم اي اتخاذ اي خطوه. يمكن ما عينوش حد يا نروين. انا امنيتي الوحيده ان نروين أنا يمكن ما تعينوش، يمكن ما عندهمش وظائف محتاجين يا نروين. هي امنيتي الوحيده ان انا اتعين، انا عايزه اتعين عشان اثبت ذاتي زي اي حد طبيعي في المجتمع. انت عقدك ايه يا نروين؟ انا اعاقتي في رجلي، عوجت في القدم. هتسيبي رقمك من فضلك يا نروين. اخد لويس من القليوبيه، اتفضل لويس. كنت شغال في شركه وتعورت وطلعت معاش عجز 85%. السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك، اتفضل يا فندم. انا يبقى اتفضل يا فندم، انت على الهوا. عاوز افهم بس، ان انا رحت اصرف عربيه يقولوا لي لا ما تستحقش عربيه. طب ما انا رجلي مكسوره ما بقدرش امشي وقاعد، يعني ازاي يعني؟ ماشي يا فندم، حاضر، هنعرف الشروط دلوقتي ايه والضوابط اللي محطوطه لموضوع العربيات. حاضر، معانا اتصال تاني يا شباب ولا نبدا نسال؟ طيب خلونا نبدا من اخر اتصال دلوقتي ده من لويس، عشان احنا كنا لسه بنتكلم على موضوع العربيات. ايه الضوابط يا فندم؟ لان انا عارفه ان ده هم عند ملايين. شوف يا فندم، اولا بالنسبه لي اللي هو عنده نسبه 85%، هو بيتقدم بالطلب وبيبقى تبع الكوميسيون الطبي المخصص للامراض وزاره الصحه، بتقول نسبه اصابته قد كده، يستحق كذا، وبعد كده بيتقدم يعني وزارة المالية، وإن إحنا بنتخذ الإجراءات في هذا الموضوع. نعم. لتسهيل حصوله على السيارة. تمام؟ أما بالنسبة للاتصال اللي هو يعني هو دلوقتي القانون، لا عموما أنا بس أنا باخد من السادة المواطنين وبوجه أسئلة عامة. تمام. إزاي يا سيادة النائب، إزاي هذا القانون الجديد إن شاء الله حيضع الشروط والمعايير والضوابط لكل من له الحق في الحصول على السيارة طبعا بالاعفاءات الجمركيه وما الى ذلك، وهنضمن منين انه ما يحصلش مخالفه؟ يعني بالمعنى الاصح، حدي المواطن ازاي حقه فعلا، بس كمان اقول له لو خالفت هنسحب منك الحق ده او الامتياز ده. طبعا حضرتك، انا سمحت المتداخلين لويز ونروين ومحمد هنرد عليهم كلهم، وده وضع طبيعي، هو ده الحقيقه اللي كانت موجوده. صحيح. والمعاناه اللي كانت موجوده. صحيح. إيه لما هيطلع القانون ان شاء الله الدنيا كلها تتغير. ازاي الناس هتاخد حقها؟ اولا هذا القانون نص على ان كل واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه هيكون له بطاقه صحيه وخدمات بيحصل عليها بالتنسيق مع وزاره التضامن ووزاره الصحه، بطاقه واحده هتطلع له. هذه البطاقه هتكون محتمدة في جميع مؤسسات الدولة، نوع إعاقته، نسبتها قد إيه، وبالتالي لحظة ما هيقدم البطاقة دي في أي مصلحة، في أي مكان، في أي مصلحة
هيحصل على جميع المميزات بتاعته، هيحصل على يعني هو بيقول ازاي اخد سياره. لا طبعا يا فندم، هو بيقول طالع يا فندم بنسبه عجز حاجه و80% يا فندم، من غير ما تكون عندك من غير ما توصل للعجز ال 85 طالما ان هو حصل على هذه البطاقه، الكوميسيون اللي قال عليه الاول بطاقه التوصيل، البطاقه تطلع بعد الكوميسيون، بعد الكوميسيون يعني اذا الكوميسيون الاول زي ما قال سياده المستشار، احنا بنقول الكوميسيون البطاقه اسمها بطاقه توصيف لذوي الاعاقه. الكلام ده هيبقى بالتنسيق بين وزاره التضامن وبين وزاره الصحه، بتطلع له بطاقه التوصيف، نوع اعاقته، نعم نوع الاعاقه بتاعته، البطاقه دي بتتجدد كل 5 سنين. اذا كانت يعني نفترض تحسن، يعني مثلا اللي عنده الاعاقه الذهنيه ديت خف يبقى خلاص زي محمد مثلا بالزبط. عنده صرع واعاقه ذهنيه خلاص اتعالج وخف او ما زالت خلاص موجوده، أو ما زالت بس موجودة في سيطره عليها بالظبط كده، او زالت موجوده فبتتجدد البطاقه، لانه لغايه دلوقتي هو بيتقدم بيها العلاج. بالنسبه للسيارات احنا فتحنا السيارات ان هو النهارده بياخد السياره طيب. بتقعد معاه 5 سنوات ان هو ما يبقاش حددنا زي ما احنا يعني زي حددنا الدرجه الاقارب الدرجه الاولى ده بالنسبه للقياده السيارة. اما بالنسبه ان هو لا يجوز له البيع لا بتوكيل ولا بعقد ابتدائي ولا بعقد وده مفهوم طبعا. واذا اكتشفت هذه المخالفه وان هو تصرف فيها تستحق عليها الضريبه والمستحقات الماليه والضريبيه كامله من تاريخ المخالفه، من المخالفه ولا من تاريخ شراءه العربيه، شراءه اللي هي من يوم ما خد السياره وتصرف فيها. نفترض انا استعملت السياره لمده سنه وجيت بعتها، واللائحه التنفيذيه هي خلي بالك هتفسر كل هذا. انا استعملتها سنه وجيت بعتها لك السنه اللي بعديها، هتستحق الضريبه. طيب عايز اتكلم بس اخد معلش اتصالين تانيين واتكلم مع حضراتكم على نقطه مهمه جدا. محمد نفسه قال على موضوع المواصلات، المواصلات دي مش معاش 700 جنيه تدفعوا ازاي يا فندم؟ تمام بص يا استاذ منى، المواصلات ديت احنا قلنا الاعباء الماليه اللي موجوده على الدوله، ودي ما يخص ايوه دي ما يخص وزاره النقل. بصي وزاره النقل احنا ممكن الدكتور عبد الهادي او الدكتوره غاده والي انا عرض عليها بالتنسيق مع وزير النقل ان احنا يصدر لهم كروت بعد ما القانون يطلع وياخدوا بطاقه التوصيف ديت. ببطاقه التوصيف دي يطلع له زي مثلا انا بفكر مع حضراتكم يعني يطلع له مثلا زي كارت تاني معين ده يركب بيه المواصله ياخدها مجانا او بنص الثمن. بالظبط بالظبط. طب استاذنكم بس ناخد هاتفيا سياده اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهرة بخصوص موضوع الأميرية اللي اتكلم عليه، ومعانا المواطن محمد اللي اتكلم من شوية. يا محمد أرحب بالتاني بمحمد الأول. يا محمد معانا؟ محمد أيوة معاك يا فندم. خليك معايا يا محمد. سيادة اللواء محمد أيمن أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا معايا أحد المتصلين اتكلم من دقائق قليلة هنا على الهواء اسمه محمد اللي معانا على التليفون، وبيكلم على ممارسات خاطئة كثيرة بتحدث في حي الأميرية، يعني من بعض الموظفين في حي الأميرية، وإن هم بينتفعوا من يعني بحكم أعماله. يعني محمد معاك اللي هو محمد أيمن بس سريعا قول اللي أنت قلته وقول أنت عايز إيه بالظبط. اتفضل يا محمد اتفضل. جيت لسيادتك واشتكيت من رئيس حي الأميرية ان في كشك جديد اتعمل على شارع السواح، وسيادتك قلت لي ان دي حاجة اكيد غلط اكيد مخالفة وانا هزيلها وانا هزيلها. الكشك موجود وكان اولى بيه واحد مننا يا فندم، بس هو ده اللي انا عايز اقوله. واحد مننا يعني واحد من اللي عنده احتياجات خاصة يا فندم؟ أيوة ده قصده يعني. ايوه ايوه هو ده اللي انا عايز اقوله. والجماعة بتوع الموظفين كنت كل لما اوريهم وشي ممنوع ويطردونا كأننا بنشحت منهم. دلوقتي ليه يسيبوا واحد زي دوت جديد؟ يعني عايز مبرر لترك المخالف يخالف، إلا إن هم بينتفعوا من المخالف. أنا هسألك سؤال، هل وشك ده أنت عارف إن هو غير مرخص؟ وهيترخص إزاي وحضرتكم واقفين الرخص؟ طيب يعني ده غير مرخص وتواجد ولا منقول من مكان لمكان؟ ما انا ما اعرفش الاجراءات بتاعتكم بقى، انا لقيته جديد. ما انت بتقول على حاجه وانت ما تعرفهاش. على كل حال احنا الكشك ده اللجنه تنزل دلوقتي فعلي هتشوفه وتراجع تراخيصه. خلاص بص يا سياده اللواء بس انا هقول اسمح لي يا سياده اللواء احنا لمراجعه منظومه كامله عن موضوع الاكشاء
وفي تطوير للأشياء بالنسبة للقاهرة ككل، وطبعا كل المخالف يتم رفعه وإزالته ويبقى الشكل شكل موحد للقاهرة ككل. حاضر. بدءا بحي باب الشعرية كنموذج للكشك اللي هو يتم تطويره. طيب اسمح لي يا سيادة اللواء، بس انا هقول حرق. اولا انا بشكرك واتمنى فعلا النهاردة ان شاء الله زي ما حضرتك وعدت دلوقتي اللجنة تنزل وتدقق في موضوع الاكشاك دي. وانا برضو هقول لحضرتك على حاجه يا فندم، بس انا مش عايزه حضرتك تكون زعلان من المواطن انه بيتصل لانه حضرتك بتقول ايه. طب يقول اللي هو عايزه واحنا ننزل لجنه وتتحقق وفي لجنه مشكله فعلي ومراجعه الاشياء ونشوف المرخص وغير المرخص. الفكره في حاجه بس يا سياده اللواء، هو كمواطن النهارده لما جه لحضراتكم لما راح الحي يا فندم هو اتقال له لا مفيش تراخيص، طب ما هو لقى ان في اكشاك فتحت، فالطبيعي بالرغم ان هو يستحق هو ليه مرخص ولا غير مرخص؟ هو مش متاكد ازاي يا فندم يترخص اذا كانت الترخيص ولا ما معهوش رخص. يا سياده اللواء حضرتك بس ارجوك اسمعني، هيترخص ازاي يا فندم اذا كنتوا حضراتكم اذا كنا احنا في الاعلام عارفين انه ما فيش تماما دلوقتي ترخيص للاكشاك الا في حاله لا يكون مرخص ومنقول من مكان تاني، تم نقله من مكان لمكان. طيب قد يكون ده فعلا ترخيص قديم ومنقول، لا احنا بس لا نرغب ولا اكيد حضرتك ترغب انه المواطن يشعر انه له حق، لا يعطى له هذا الحق وكمان يعطى الحق لمن لا حق له، فبالتالي يشعر هنا بالظلم يا فندم. طبعا وبعدين احنا برضو قلنا ان احنا عندنا اماكن بديله ما فيش اي مشكله بدون اي مقابل، ما تقلوش احمد حلمي والترجمان وما فيش اي مشكله، اي حد يجي يتقدم لطلب باكية بندهاله وبدون اي مقابل. طيب ما هو يا سيادة اللواء انا اللي انا فهمه من محمد انه ما تعرضش عليه اي اماكن، اذا كان بيقولك بنطرد كل ما نروح نيجي نتكلم معاكم في المحافظة بيطردونا ويعملونا اسوأ معاملة، فيعني ما اعتقدش ان في موظف قاعد معاه وشرح له وطرح عليه بدائل. ما عرفش محمد في بدائل اتقدمت لك يا محمد؟ تكلم بصراحة. انا بقول على الحي، هو فعلا انا انا بقول على الحي، على حي الاميريه. ايوه ايوه الحي. ما قلتش ان المحافظه بيعاملونا وحش. ماشي. ايوه انا بتكلم على الحي برضه بيعاملنا وحش. تمام. حي الاميريه. حي الاميريه تمام. هل اتعرض عليك بديل يا محمد؟ وقال لنا ان المكان ده بالذات، المكان ده بالذات ممنوع نهائيا مستحيل. ولقيته كشك فتح فيه. خلاص احنا تجاوزنا النقطه دي، خلاص في لجنه هتنزل النهارده تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. سؤال تاني، هل لو سياده اللواء عرض عليك مكان تاني، هل لو الترجمان مثلا او اي مكان تاني ده تمام؟ ماشي حاضر حاضر انا موافق. سياده اللواء او احمد حلمي حلمي تعالى وهخصص لك باكيه في احمد حلمي. الله عليك يا سياده اللواء. بدون مقابل، انما الكل يعلم ان الاكشاك ليها سلبيات في اعاقه. أيوة أيوة. المره بصفه عامه. ايوه ايوه وتؤثر سلبا على سيوله المرور. حاضر يا فندم حاضر. الله عليك يا سياده اللواء، شكرا. في حاجه شكرا يا فندم، ده وعد يا سياده اللواء. يجي دلوقتي وياخدها دلوقتي. يلا يا محمد انزل بسرعه، زمايلي انت عارف طبعا اللي هو محمد ايمن. عندي طلب اخير والنبي محمد بسرعه. حاضر. عندي طلب اخير. اقول قول بسرعه يا محمد. اتوسل الى اللواء خالد تمام يديني مجانيه مصر القاهره العاشر من رمضان اللي هو رئيس شرق الدلتا، لان انا عندي شقه انا بروحها مواصلات. يعني المواصله دي انا من العشرة. طب احنا هنشوف لك الموضوع ده. حاضر حاضر احنا هنشوف لك الموضوع. تحب نجيب لك عروسه كمان يا محمد؟ مش معقول يا محمد كده. حاضر. لا انا عايز حاضر يا محمد. وانا بشكر بس سياده اللواء محمد ايمن. الف الف شكر، كتر خيرك، وده اللي احنا متوقعينه دايما منك. وان شاء الله دلوقتي محمد يجي لك على طول وان شاء الله تبداوا اجراءات الباكيه. في حاجه انا عايز اقولها، مشاكل الحته بتاعت المواصلات، بس عشان حته مهمه جدا احنا هنشتغل معاها عليها ان شاء الله. القانون منصوص فيه يا فندم، يعني هذا القانون ألزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بتيسير انتقال ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل مجانا بمختلف درجات، مجانا بتخفيض بتخفيض قدره قد إيه نسبة. شوفي حضرتك الألفاظ القانونية دقيقة جدا. طبعا احنا قلنا نسبة لا تقل عن 50%.
يبقى ممكن ان احنا نقل عن الخمسين، ممكن تبقى 30، ممكن تبقى 20، حسب الجهة المنحة. وهي دي اللي بيقول عليها الدكتور محمد اللي ممكن هيتم فيها التنسيق ما بين الوزارة وهذه الجهة. الجهة اللي هي هتقدر تمنح تيسيرات وتسهيلات اقل من ال 50% هتعمل. حضرتك على فكره اللي بتقوله ده مش حاجه عاديه، ده حاجه هتفرح 15 بصي حضرتك يا فندم. انا حسبت حاجه حضرتك، انا سعيده قوي والله يا والله ريع على ربنا قد ايه احنا سعداء بالقانون ده. بصي يا استاذ ده تحس ان الناس دي بجد هتعيش بقى. دكتور عبد الهادي بيقول لك دلوقتي، اصل بصي سعادتك، هو الالفاظ القانونيه الحرف بيفرق طبعا. هم طالبين تخفيض، القانون نص عليها، لكن نص عليها ايه؟ في لائحه تنفيذيه بتنظم هذا الكلام طبعا. بالتنسيق لما تيجي في الاخر خلاص بتبصي بتلاقي ان دي ماليه بتتحمل على الدوله. انتقل لنقطه في المتصله اللي هي اتصلت بيك الاستاذه ناهد اللي قالت من اسكندريه ان احنا عندنا دار الفردوس ولم تذكر دارات ثانيه. الدكتوره هي قالت ان الدور دي هنا في القاهره. بصي هقول لحضرتك ايا كان مكانها، انا في حاجه سريعه كده. الدكتور خدوادي حاجه اسمها التدخل السريع. اول حضرتك ما تتصلي دلوقتي بتنزل مجموعه تدخل سريع على طول بالعربيه، تفحص المكان، تشوف المخالفات، قد تصل الى عزل مجلس الاداره اعضاء على طول. فاحنا بنتدخل فورا. ولكن انا عايز اوضح حاجه، فرق بين التعذيب وبين ابني او ابنك لما يغلط اقول له ما تعملش كده تاني او اقعد ذاكر. هنا في فرق، ان انت داخله بتشوفيني وانا بقول لابني روح ذاكر واقعد ذاكر، تقولي لا انا عايز اللي بيعذب لازم يعاقب. اللي بيعامل الطفل طبقا للقانون، الطفل اللي هو قانون 12 اخد بال ساعتك 96، فانا بدي الطفل كل حقوقه تمام ولازم احافظ عليه واربيه تربيه جيده تمام. ولكن تمام. اللي بيعذب واللي بيضرب واللي بيهين الطفل واللي بيشغله في اعمال مخالفه ليه وما بيعلموش، يا فندم ده الايذاء النفسي لوحده المفروض يعاقب عليه، ما بالك بالجسدي والضرب او الاعتداء الجنسي في باب أو العقوبات المصايب. اللي موجود في قلب القانون دلوقتي اللي موجود حاليا اللي هو لسه احنا مخلصينه امبارح. طيب كلمه ان انا ما اهتمش بالمعاق او الطفل المعاق دي بتبدا من الغرامه والجنحه يعني وحتى تصل ل 10 سنين. يعني القانون ده يا فندم، القانون ده في 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 مواد بتتكلم صراحه على الاطفال الايتام اللي عندهم اعاقات ذوي الاحتياجات الخاصه في دور الايتام. طبعا يا فندم، ما هو قانون عقوبات. انا بقول لك لو ما اهتمتش بالعيل والعيل وقع الجرح تمام ليه عقوبه. طيب عايزه اتكلم برضو من ضمن المداخلات اللي جت، كان في نقطه مهمه جدا موضوع ال 5%. ايوه هننظمها ازاي بقى عشان 5% دي دايما فيها مشكله. احنا عندنا خمستين خمستين صح. خمستين عندنا خمستين يوم الخميس، عندنا خمسة بكره الخميس. عندنا 5% خاصه بالعمل، ايوه، وعندنا 5% مستحدثه، ماده مستحدثه جديده في هذا القانون بتقول تخصص الدوله نسبه 5% من المساكن المدعمة. ال 5% الأولانية يا فندم خاصة بالعمل؟ بالعمل. وال 5% الثانية خاصة بالمساكن. إن 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 هذا القانون خصص إن كل الدولة ما تعمل مساكن مدعمة إحنا لنا فيها 5%. 5% لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب طب لو ال 5% خلصت، أنا دايما يعني الدكتور محمد يعرف ده قانون خاص، الخاص يقيد العام. يعني ده إلزام إن أنت ال 5% دول بتوعنا. مفيش زي اللي بيتكلم في التلفزيون دلوقتي بيقول لك إدى لواحد تاني. لا إحنا لنا كوتا بتاعتنا إحنا بس. بناء على الأرقام اللي أنتوا عارفينها. طبعا. أيوه. طبعا. 5%. بس عايز أقول حتة مهمة جدا. ال 5% بتاعتنا من حقنا إحنا بس. بس احنا كمان من حقنا كمواطنين مصريين ان احنا ناخد نصيبنا في ال 95% الباقي كمواطن مصري. صحيح. يبقى جمعت ما بين صحيح
لان انت كونك معتبر من 5% من ذوي الاحتياجات الخاصه ده مش معناه ان انا بشيل منك عباءه الاستنفاع بباقي ال 95% الثانيه من يعني زي ده اللي نصص عليها ماده 53 من الدستور. الدستور المواطنين سواء لا تمييز بينهم بسبب اللون والجنس والدين، مفيش تمييز. يبقى انا كمواطن مصري استفيد من كافه الخدمات المتاحه. طيب لكن المواطنين الباقيين مفيش واحد فيهم ياخد من نسبتي. طيب الحكومه، نبدا ال 5% في الحكومه الاول. تمام. ال 5% بتوع الحكومه انا باهله وبيجي يتقدم النهارده ببناء عن بطاقه الوصف اللي هو طبعا ده لما تكون الجهه الحكوميه فاتحه الباب وطالبه، لان انا عارفه ان الجهاز الاداري اصلا ما عندوش وظايف. هي مكاتب القوى العامله بتقول توزعوا حسب امكاني. انا راجل مؤهل مثلا مهندس كمبيوتر، هتوديني شركه كمبيوتر. مش ممكن ان انا هجيب واحد النهارده دكتور، نفترض ان يكون دكتور، هوقفه على مكنه او في مصنع نسيج حسب مؤهله اللي جهز بيه من ناحيه الفنيه والمهنيه، بشغله في المكان اللي هو يستوعب ال 5% في مجال تشغيله. بالنسبه لما انت حضرتك دلوقتي بتقولي، بيقول لك الدكتور عبد الهادي ال 5% وال 95%، انا عندي نص دستوري اللي هو الماده 53، كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. صحيح. بالنسبه لكل شيء. فانت ليك ال 5% هتاخدهم بس طبقا لاحتياج الوزاره اللي موجود، بحط فيها ال 5% ديت. نفترض وزاره النهارده التضامن بتاخد ال 5% بتوعها. وزاره الطيران مش محتاجه. ما عندوش. فاحنا بيحصل توائم وموائمه بين مكاتب القوى العامله وزاره القوى العامله وبين التوزيع ال 5%. ازاي يا فندم المواطن بصراحه شديده، عشان دايما المواطن عنده حته القلق دي انه يحصل حاجه انفير معاه، حاجه غير عادله معاه، وانه يبقى هو من ال 5% بس يجي يقدم في الحكومه بناء على احتياج للحكومه او اعلان او كذا او كذا، يحس ان هو ما اتخذش مع انه هو بينطبق عليه الشروط. استاذه منى، المعايير هنا ايه؟ المعايير انا عايزه اطمن المواطن. أنا ده طمنيه تماما، لان ده قانون ملزم. القانون ملزم للجميع. طيب اذا ما حدث صادر مخالفه، المخالف هيحق. بصي هو يعمل ايه؟ بلغ هو مين هو 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 هيعمل ايه؟ عنده وسائل التدرج في الشكوى، ان هو لو ما اتخذش، يعني ما يجيش واحد يقول لي النهارده اشمعنا فلان اتعين، ما انا ممكن اكون خدت ال 5% واستكفيت. عنده ان هو بيقدم النهارده في اي وزاره في التايتل اللي فوق، يعني مثلا عندي مثلا في وزاره التضامن قدم. طب ما هيجي يطلع لرئيس القطاع او يطلع مثلا واحده زي الدكتور نيفين القباش، وانت عارفاها طبعا، ممكن اتدرج لغايه ما اوصل للوزير، لمكتب الوزير. طيب عايز ارجع اتكلم تاني مع حضراتكم على ال 5% قطاع خاص بقى، عشان دي برضو انا عندي فيها مشاكل. ودي يمكن اللي فيها كلمه اشمعنى اكتر بكتير بتحصل. بس استسمحكم اخد بعض الاتصالات. لسه في العمل يعني. انا ليا تحقيق في العمل. حاضر. لا حاجه حرج. طيب طب معلش انا بعتذر، بس الناس اللي كانوا معانا، ام احمد وعبد العزيز وبقيه الناس اللي كانوا معانا، معلش حاولوا تعودوا الاتصال بينا مره ثانيه، الخط قطع معاهم. حضرتك عايز تعلق على حاجه قبل ما نتكلم على القطاع الخاص؟ انا عايز اقول ان القانون افرد فصلا كاملا تحت عنوان الحق في العمل على وجه التحديد. ده كان موجود في القانون القديم؟ يعني ما كانش موجود طبعا يا فندم، كان موجود نسبه 5% وقلت حضرتك ما كانتش مفعله. هنا في القانون ده الحقيقه ماده 17 و18 و19 بتتكلم عن حقنا في العمل. فهنا القانون قال ايه حضرتك؟ احنا لازم نحصل على حق الاشخاص ذوي الاعاقه في الحصول على فرص عمل متكافئه تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتأهيلهم وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين. خدي بال حضرتك من الجملة الجاية، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل وفي الخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الخاص الحق وإقامة مشروعات تنمية شاملة هياخدوا فيها نسبة إعفاءات حوالي 30%. حضرتك كمان هنا تلتزم الدولة، القانون بيلزم الدولة بتوفير سبل الأمان
خدي بال حضرتك الطفرة التشريعية أمان وسلامة وملائمة وترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن. لا في بقى حتة حضرتك بتسألي فيها القطاع العام والأعمال. قبل ما نسيب الحتة دي وهي حاجة ليها علاقة بالأعمال برضو الإقامات الشاملة اللي فأنا بحرك قلتها دي اللي هي إيه؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طبعًا. أديهم الدعم بتاعهم محتاج قرض ويعمل مشروعات صغيرة باسمه. خلينا نتكلم على سوق العمل. هو حالياً مسموح له يعمل ده بس ما بياخدوش تسهيلات يا فندم. لا في حضرتك ده قانون الاستثمار الجديد كمان مديهم تسهيلات. يعني اصبح النهارده من حقه ان هو ياخد احفاءات وتيسيرات. اعمل مشروع صغير باسمك. هو حضرتك النهارده لما يجي واحد يقول ايه انا مش لاقي فرصه عمل. ايوه احنا كلنا المجتمع كله في نسبه بطاله وبالتالي احنا عايزين نفتح ابواب عمل للشباب والمعاقين. احنا من مصادر عندنا مختلفه مصادر مختلفه المشروعات. بس هم هنا كمان لهم تمييز. احنا حضرتك قلتي لي في الزام على الجهات الحكوميه واجهزتها القطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص اي واحد عنده 20 عامل فاكثر في منشاه واحده لازم ياخد 5% حتى لو كان ال 20 موظف اللي عنده في اماكن مختلفه. يعني انا عندي مصنع حضرتك في 7 في الشرقية وفي 8 في الدقهلية إذا أنا كملت 20 موظف بموجب هذا القانون أنا ملزم إن أنا أشيل 5% واحد من ذوي الاحتياجات. يعني العدد 20 ده محدد ده المحدد في القانون ده محدد إذا أي منشأة 20 عامل فما وصل عددها 20 سواء في مكان واحد أو أماكن مختلفة هتشيل 5% هتشيل 5%. طب سؤال اخير معلش بس معايا اتصالات كتيره جدا. طب ما احنا شاطرين قوي في الاحتيال ممكن عنده مثلا 20 عامل عشان يهرب من موضوع 5% ده 19 اللي ابقى عامل لهم ورق وموظف او اتنين وبتنزل لجنه التامينات عليه وبتفتش عليه ده لازم بقى لانه حضرتك عارف قصدي طبعا احنا شاطرين قوي في الحاجات دي. احنا بنتكلم 20 طب واللي عنده 50 هيعمل ايه واللي عنده 200 صح احنا بياخد اكتر هيخفيهم ازاي واللي عنده 2000 و3 ايوه مظبوط. استسمحكم بس التليفونات سريعه. ام احمد بسرعه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى عامله ايه؟ صباح الفل عليك اتفضلي. اهلا بشوفك يا فندم. اتفضلي. لو سمحتي بس انا عايز اقول حاجه بس اسمعوني وادينا فرصتنا. اتفضلي. دلوقتي انا عندي اخ معوض عنده متلازمه داون. اخوكي عنده اعاقه وايه؟ متلازمه داون. متلازمه داون؟ منغولي او مغولي مش طبعا طبعا تمام. دلوقتي هو دلوقتي بياخد معاش وبابايا كان شغال على باب الله. كان بابا كان عامل تأمين على نفسه ولا على نفسه مش حد. فمعاشه هو نفسه ما يخص معاشه هو ووالدتي الاثنين بالظبط بياخدوا 770 جنيه. الاثنين. يعني هو ما يخص 300 وشويه. واحنا نقدم له على معاش تضامن اقول لك لا يحق ليه. انا عايز افهم شاب عنده 33 سنه يعيش ازاي ب 300 جنيه ولا 400 جنيه؟ لا خلاص بقى ما احنا جايين اهو بقى. انا ماشي انا بشكرك وهاخد رد ضيوفي عليكي حالا دلوقتي. دلوقتي سناء بس معلش اخد معلش اتصالين تانيين. سناء اتفضلي. خير. صباح النور يا حبيبتي اتفضلي. صباح الخير استاذه منى جزاك الله على كيفك على كل البرامج اللي بتقدمها. الله يكرمك يا رب اتفضلي يا حبيبتي. الله يكرمك يا رب. اتفضلي. انا ام الاثنين معاقين. اعاقه كامله. وانا ما عنديش شقه وبحاول ان انا اقدم هنا ولا هنا في بتاعه الدوله مش عارفه اوصل لحل صحيح. وقاعده بالاثنين المعاقين وصلت واحد منهم للاعداديه في الاولى ثانوي دلوقتي بصرف يعني ومعاشي ما يتعداش 1000 جنيه. ماشي ماشي يا سناء ماشي يا سناء اوكي حاضر. مفيش اي مصدر دخل تاني خالص. حاضر يا سناء حاضر. انا برضو في سؤال صريح عايز اساله لحضراتكم. هل القانون الجديد هيظبط موضوع احقيه حصول صاحب الاعاقه على اكتر من يعني الجامع بين معاش واجر؟ ايوه فندم دلوقتي هو القانون الجديد تليفونين بس وخلاص. ام احمد بقى اتفضلي. ولا مين احمد مين يا شباب احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي انا من متحدي الاعاقه كنت صرفت عربيه من حوالي 3 سنين. ايوه 12/2016 وقف المعاش. ايوه لغايه النهارده انا ما صرفتش المعاش وكانت الحجه ان اثبتنا من المرور اللي انت تابع ليه ان العربيه اللي عندك مجهزه طبيا. تمام. طيب
لما حسبت ان من المرور انا بالفعل عملت لهم جواب ان العربيه اللي عندي مجهزه طبيا. مش هنتكلم في جزئيه ان المفروض الاداره او الوزاره كانت نقت المحتوى ده عشان يستبعد من صرف المعاش. يعني حضرتك كوزاره انت قلت لي كمرور اديني الارقام الناس اللي عندك، ادي كشف باسماء الناس اللي بتصرف عندي معاشات، شوف مين فيهم عندي عربيه. طب اللي عنده عربيه لو مجهزه طبيا طب ما تستثني حضرتك من بدايه عشان انا ما اعملش اجراءات واروح واجي. طب بعد ما عملت الجواب وجبت لحضرتك الجواب اللي يثبت ان انا عندي عربيه مجهزه طبيا، انا دلوقتي عندي سنه تقريبا سنه بالظبط ما صرفتش المعاش. يا فندم يتفضل يجينا وانا المعاش بتاعه هيرجع فورا. طب الله يخليك، انا اللي بكلم حضرتك انا صاحب الشأن مش حد تاني. هو بيقول لك بس هو بيقول انا برد على سعادتك. اتفضل. دي كانت هناها خلاص، دي كانت مشكله واتحلت. ودلوقتي سياده المستشار يا احمد بيقول لك هتروح له هيحل لك المشكله. لو حبيت تجيني حبيت تبعت لي الورق مع اي حد انا تحت امرك. تبع في الوزاره يا فندم ولا هيبقى فين؟ في الوزاره يا فندم، ابعت لي ورقك كله وانا هتعاون معاك وهرجع لك معاشك. الله يخليك لحضرتك جزيل الشكر. شكرا يا فندم. العفو يا بعد اذن زميلنا بس عشان ما نبقاش مسائل يعني بنحل مشكله انا عايز اقول ان دي كانت مشكله كبيره. لا دي كانت مشكله كبيره. هقول لحضرتك اي جهه في الدنيا لما بتدي معاشات ومساعدات بتحط ضوابط. الحقيقة كان من ضمن الضوابط اللي موجودة ان اللي عنده سيارة ما ياخدش مساعدة لانه عنده سيارة. ففي جلسة كانت موجودة فيها الوزيرة غادة والي وتناقشنا في هذه المسألة، انتهينا لمسألة ان السيارة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ليست أداة ترفيهية بل أداة تعويضية وتكميلية، ولا يمكن أن تكون مقياس أن أنا أمنع بيها المعاشات. وأعتقد أن الدكتورة غادة خدت قرار بإلغاء هذا البند من الشروط استحقاق المعاش. يعني دي كانت موجودة بالفعل وانتهت. لا هي بس أنا وسيتم تلافي هذه يعني المشكلة. أنا عايز أوضح القانون بس الجديد. أستاذة من بعد اذن الدكتور عبادي، الدكتور عبادي تواصل مع الوزيره كنا احنا موجودين فكنا بنقول ان احنا كان بيجي لنا يعني النهارده لو واحد جايب عربيه موديل 2017 مرسيدس تمنها كام؟ هل ده هيبقى مستحق معاش؟ فقلنا لغايه موديل سنه 2000 ساعتها اللي عنده عربيه لغايه سنه 2000 يعني معقول تمام. ممكن يكون محتاج تمام. لمعاش تمام. ولكن ما يكونش جايب لي عربيه 2015 2017 تمنها يفوق ال 100,000 جنيه او 150,000 جنيه وانت عايز تاخد، انا عايز ادي الاشد فاقرم. فديت كانت الجزئيه او الخلافيه. ولكن حاليا دلوقتي اللي هو بيقول انا عندي عربيه من 3 سنين مجهزه يتفضل يجي هنصرف له معاشه. اما بالنسبه للجزئيه الثانيه اللي هو بيتكلم على ان هو بياخد معاش 350 جنيه ديت، حضرتك القانون النهارده سمح ان هو ياخد معاشه وبياخد مع شغله لو بيشتغل بيتقاضى اجره وبياخد معاش والده او والدته. هو ده بقى ده كان السؤال اللي جاي على طول عشان دي نقطه مهمه. فهو بيحصل بيجمع بين المعاشين وطبقا لنص الماده 147 قانون التامينات هيتصرف، وده تحميل على ميزانيه الدوله ولكن الدوله وافقت يعني عشانه. يعني اشرحوا لنا بعد اذن حضراتكم كيف نظم القانون الجديد دلوقتي موضوع يعني امكانيه حصول المستحق على اكثر جمع بين معاش واجر او اكثر من معاش. طب حاضر، بس كمان الحقيقه انا عايز اقول حاجه، يعني يمكن احنا ما احناش لاحقين نقول حجم المميزات في كل نقطة. قبل ما نقفل الجزئية بتاعت العمل انا عايز اقول المادة 20 اللي ادت مميزات خاصة بالعمل البند رقم 3 فيها احنا يحفى من ضريبة الارباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذي اعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته وذلك وفقا للشهادة مؤيدة لذلك. يعني نقطة مهمة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. يعني القانون ده ليه فلسفة على يعني فكرة. أنا مش بس حيسر له أصلا فكرة الحصول على قرض مثلا أو بداية مشروع، لا أنا كمان حعفيه من الضرائب الصناعية أنا عايز أقول لحضرتك والتجارية. أنا عندي هنا 57 مادة. القانون 57 مادة؟ 57 مادة. كل مادة بيترتب عليها حقوق، وعشان كده احنا هنعمل جلسات تثقيفيه بقى عشان
احنا نفسنا نعرف حقوقنا ايه دلوقتي. المجلد اللي مع حضرتك ده يا فندم اه يا فندم في حقوق ذوي الاعاقه ذوي الاحتياجات الخاصه صح كده؟ هم يعرفوا ازاي بقى الحقوق دي؟ لا ده احنا والواجبات دي والواجبات يا فندم. بس انا عايز اقول ان القانون هنا فيه فلسفه، ما فيش قانون بدون فلسفه. صحيح زي ما حضرتك تفضلتي ان هذا القانون الزم الدوله باعطاء مساعدات شهريه لذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح القانون اداله الحق في الجمع بين معاشين. صحيح القانون اداله الحق في الحصول على الاجر من جهه العمل اذا كان بيشتغل مع الاحتفاظ بمعاش والده والدته زوجته زوجها. كل ده كويس قوي، بس انا عندي مفهوم مهم جدا انا عايز ادعمه. اوعى حد يفتكر يا جماعه ان ان ذوي الاحتياجات الخاصه عايزين مساعدات بس. لا، هم عايزين يكونوا مواطنين فاعلين صحيح. في هذا المجتمع. وعلى فكرة هو عايز يشتغل. ما في مره يا سياده النائب، واكيد حضرتك برضو بيحصل معاك ده، ما في مره حد من اصحاب الاحتياجات الخاصه بيتكلم معايا الا ما بيقول لي انا مش عايز شفقه، انا عايز حاجتين، عايز اخد حقوقي في الدوله وعايز ابقى فعال، عايز انتج، انا قادر اشتغل، ما تعاملونيش على ان انا كم مهمل لازم يقعد في البيت قافل على نفسه. احنا بنقعد مع بعض كتير ومتواصل معاهم على طول، فهم عايزين يشتغلوا وينتجوا ويبقوا قيمه مضافه لهذا البلد. طيب. مش القضيه بس اتكلم على موضوع الاجر، الاجر والمعاش ازاي ظبط نظم القانون، كيف نظم القانون احقيه المواطن الحصول على او الجمع بين اكثر من معاش او اجر. جمع دلوقتي كنا بنقول الاول في القانون 39 75 كان ما يجوز ان هو يجمع بين المعاش وبين الاجر. دلوقتي بياخد الاجر زائد معاش اللي هو طالع له. طب نفترض انا زي الحاله اللي انا هو كتير مثلا سيده عندها مثلا ابن معاق ايوه ايوه زي لا انا عندك الحاله اهي لا انت توقف لان انك بتاخدي معاش كذا. بص يا منى، الحاله اللي هي بتتكلم اللي بتقول انا ابني معاق وبياخد 350 جنيه أيوة. ده بياخد معاش منين؟ من التضامن. هديله كمان المعاش اللي طالع من والده او من امه او من اخوه ان هو يستفاد بيه فيجمع معاشين. تاني الطفل المعاق بياخد 350 جنيه ده طبيعي. طب اوكي هنديله ايه بقى بموجب القانون الجديد؟ لا القانون الجديد ان هو ياخد معاش بتاع والده او والدته او كان اخوه، المعاش اللي هو كان يطلع اللي كان ممنوع اللي كان اللي كان ليه طبعا من ذوق اهليته اللي هو المعاش اللي كان مستحق ليه. ايوه واحنا مكنش بس ايا كان عليه. كام فيجمع بقى ايا كان ايا كان حد بدون حد اقصى بدون حد اقصى بدون حد اقصى عشان ما اجيش اعجزه واقول له بالظبط لا 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 بدون حد اقصى بياخد المعاشين. كنت حضرتك دلوقتي في من قبل ما تنهي الحلقه كنت بتتكلمي عن الحقوق السياسيه أنا التي عايز أتكلم عن الحقوق السياسية. بصي بيقول لك بتكفل الدوله تمتع الاشخاص ذوي الاعاقه بكافه الحقوق السياسيه التي يتمتع بها الاخرون وتتخذ الجهات المعنيه الاجراءات الخاصه بعمليه الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاء بجميع انواعها والادوات الكفيله باتاحه وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات. يعني بصي الدولة هتطلبهم إزاي؟ لو أنت عايز تترشح في أي نقابة منصب في أي نقابة في أي نقابة في أي مكان حطت له الشروط وحطت له كل الإتاحة زيه زي أي مواطن عادي عشان أخليه عضو فعال في الدولة. تمام. إذن إعاقته لن تمنعه إذا ما كان مستحق ومؤهل لذلك لن تمنعه هذه الإعاقة. مؤهل لذلك مؤهل هي دي الإعاقة بالظبط. مؤهل لذلك ده على فكرة على اللي عنده إعاقة ولا ما عندوش إعاقة. إحنا عايزين الرجل المناسب في المكان يعني المناسب. يعني الراجل النهاردة اللي هو بيشتغل في صنعة معينة ومعاق أنا بجهز له المكان إن هو ممكن ينتج فيه. بجهز له المكان الرامب بتاعه، الكرسي ممكن يقعد عليه، الأدوات اللي تخليه ينتج باسلوب هو حبه عشان يقدر يديني انتاج. تمام. طب معلش نقطه او نقطتين بس في الاخر، انا عارفه حضرتك مرتبط بالميعاد وانا بحترم كلمتي مع حضرتك معلش معلش يا سياده النائب. انا بس عايز اقول القصه بتاعت الجمع بين المعاشين. احنا كان عندنا قانون التامين الاجتماعي اللي هو 79 سنه 1975 هذا القانون كان بيمنع الجمع ما بين معاشين. لكن القانون الخاص عشان كده بنقول لحضرتك الخاص يقيد العام. لما طلعنا في القانون ده ان هو من حقه الجمع ما بين معاشين استثناء من القانون رقم 79 ل 75 اللي بيطبق على كل الناس فيما عدا
ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب هذا القانون الذي تم الموافقة عليه. كنت سألت حضراتكم من شوية ولم أحصل على إجابة. هذا القانون المحترم اللي بين إيد حضراتكم دلوقتي ده كيف يحصل، كيف يستوعبه ويفهمه المواطن اللي ليه الحق في القانون ده، هو صاحب الاحتياج الخاص، يعرف إزاي حقوقه وواجباته إيه؟ نشر يا فندم. القانون بينشر بعد ما ينضم رئيس الجمهورية ويبقى نشر خلاص. القانون موجود بيتداول في كل الاماكن، بيبقى موجود على النت، موجود في الاذاعه، وده دورنا في الاعلام كمان بالظبط يا فندم. القانون بس عشان الناس دلوقتي تقول لك ايه، انا رحت المكان الفلاني ما خدتش الحق اللي انتوا بتقولوا عليه. صحيح. عايز اوضح للناس هذا القانون وافق عليه مجلس النواب، لكن لسه في مراحل. الخطوه الجايه يا فندم تصديق السيد رئيس الجمهوريه. طيب. لما السيد رئيس الجمهوريه هيصدق عليه هيتم النشر في الجريده الرسميه. تمام. اللائحه التنفيذيه بقى، اللائحه التنفيذيه قدامنا قد ايه فيها؟ امبارح الوزيره الدكتوره غاده والي وزيره التضامن كانت في محادثه تليفونيه وقالت لي اللائحه هتخرج سريعا جدا، وقالت لي يعني هتبذل جهد، لان طبعا وفقا للدستور وللنص الماده الثانيه في الاصدار يصدر رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزير المختص اللي هي الدكتوره غاده. الدكتوره غاده امبارح كلمتني في التليفون قالت لي اللائحه هتصدر بسرعه جدا. يبقى احنا عندنا خطوات. الخطوة الأولى تصديق السيد رئيس الجمهورية. أول ما السيد رئيس الجمهورية هيصدق عليه على هينشر في الجريدة الرسمية. هتطلع اللائحة التنفيذية اللي وفقا للوعد هتكون سريعة جدا. بعد كده مهمة علينا الحقيقة كلنا، مهمة الإعلام ان احنا نوضح للناس حقوقها وواجباتها. مهمتنا احنا، ده دورنا طول الوقت، مهمتنا توضيح. احنا حضرتك بمناسبه احنا بندعو حضراتكم تيجوا تعملوا تغطيه اعلاميه. لان حصلت على موافقه من الدكتور علي عبد العال بعمل جلسه تفسيريه وتثقيفيه لمواد هذا القانون. رائع. هيبقى زي حوار مجتمعي، زي ما بدأنا، زي ندوة تثقيفية، زي ندوة تثقيفية كمان احنا نفسنا نفهم. بالزبط. يعني انا حتى بالزبط. لما اطلع في برنامجي او لما اطلع في برنامج الإذاعة او لما اتكلم مع حد من المواطنين اللي عندهم الاحتياجات الخاصة ابقى انا عارفة افهمه وهو يشرح. ده احنا بقى هنعمل التوعية الثقافية دي كمان في وزارة التضامن وفي المحافظات ومكاتب التضامن في جميع والاتحاد العام والجمعيات الأهلية المحافظات، كلنا نشتغل ونوضح للناس. في كلام اتقال انه السيد حافظ ابو سعد طبعا قال انه لم تستشيروا او لم يتم دعوه مجلس حقوق الانسان في المباحثات طبعا والحوارات المجتمعيه اللي حصلت قبل التوافق على هذا القانون. يا فندم هم طبعا يا فندم الدكتور ابو سعد احنا على طول دول معانا، يعني الكلام ده مش مظبوط، يعني التصريحات دي مغرضه، يعني ما اقدرش بقى يعني في حد قصدي يعني عايز لكن يوقع حقوق الانسان. اهو الدكتور عبد الهادي اتفضل يا دكتور. لا يعني عايز اقول لحضرتك انا لسه قبل ما اعرف ان الاستاذ حافظ ابو سعد قال ايه، احنا كنا بنحكي ان احنا عندنا نموذج تشريعي غير مسبوق، لان حجم المشاركه الاجتماعيه اللي حصلت فيه من ارض الواقع مع اصحاب الشان غير مسبوق. يعني أنا بتحدى إن في تشريع صدر بعد الاستماع إلى أصحاب الشأن بالكم الهائل. أضف إلى ذلك إن أخويا الفاضل عزيز الزميل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان معانا لحظة بلحظة. تمام تمام. بس حضرتك عارف إن مجلس حقوق الإنسان يعني منوط ان هو ايضا يعبر عن حق الانسان في كل حاجه، في ممارساته السياسيه والفكريه والحصول على كافه يعني حقوقه وما الى ذلك. ففكره بس انه ان يخرج علينا من هم قائمون على هذا المجلس ويقولوا انه هذا القانون لم يتم عرضه قبل اقراره عليهم. استاذ منى الدكتور عبد الهادي بيقول لك مش عايز اسيب بره، وحضراتكم فاهمين قصدي، بيقول لك النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان متواجد ده البرلمان. ده بيمثل حقوق الانسان كلها يا فندم. ازاي يا استاذ امين؟ بس الجمعيات برضه يا فندم مجلس حقوق الانسان معانا، الجمعيات معايا 457 جمعيات معانا كيان مستقل معانا، بس كيان مستقل. بقول لحضرتك حاجه، معانا المجلس القومي لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصه حاضرين معانا هذا التفصيل. عايز اقول حاجه كمان، مساله الاستماع الى وجهات النظر
هي اوعى حد يتوقع ان احنا هنستطيع ان احنا ناخد راي 100 مليون مواطن. لا طبعا، امال المجلس النيابي معمول ليه؟ لكن مع وجود المجلس النيابي احنا بنسمع اصحاب الشأن. لكن ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك. والله يا فندم بتاخدني يا فندم بتعتذر على الميعاد اللي وراك يا فندم، ونكمل ونفتح الهوا للساعه 5 العصر يا فندم. يا جماعه والله العظيم عندي موعد مهم قوي مع السيادة النائب. ازاي يعني؟ عايز اقول لحضرتك ازاي بتاخدوا النبض الشارع. هقول لحضرتك، هقول لحضرتك ازاي، عشان ما لاقيش مواطن بيقول لك النواب دول مش حاسين بينا. طب هقول لحضرتك حاجه، اول ما بدانا نعمل هذا القانون انا قلت في الجلسه اللي فيها حوار مجتمعي، انتهى عصر القوانين المعده مسبقا والمعلبه. ليه حضرتك؟ لان انا بيهمني النائب مش متخصص في جميع المجالات. انا حضرتك كراجل تشريعي بيعدي عليها قانون خاص بالصحه، قانون خاص بالبيئه، قانون خاص بالاعاقه، قانون خاص مش عارف هنا حضرتك لازم اسال لو في قانون خاص بالصحة لازم أسأل الأطباء، لازم أروح المستشفيات، لازم أشوف الممرضات، لازم أسأل العيانين. طب ما بدل كل ده اسمع من المواطن. ما هو ده، ما هم دول كلهم مواطنين. أيوه كل دول مواطنين. لا ما هو لا، حضرتك دلوقتي بتتكلم على المشكلة هنعالجها ازاي، هنعالجها. بقول لحضرتك لازم نسمع الناس. طب أقول لك على التجربة بتاعتنا دي عشان أنا نفسي اتعلمت منها. احنا ساعات بيتهيأ لنا ان احنا اجتهدنا وعملنا احسن حاجة في الدنيا وفي معلومة غايبة عننا مبوظة الدنيا خالص. زي ايه؟ واحنا بنتكلم على هذا القانون خاص بالاقزام وذوي الاحتياجات الخاصة. انا فاكر في جلسة من جلسات الحوار المجتمعي وبنتكلم على المواصلات زي ما احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، وازاي نخصص اماكن، وازاي ندي نسبة خصم. كان في واحد من اخواتنا ذوي الاقزام قال يا دكتور لو سمحت انا عايز اقول حاجه. قلت له اتفضل. قال لي انتوا بتتكلموا في تخصيص مكان جوه المواصله. قلت له ايوه. ونسبه خصم؟ قلت له ايوه. قال لي طب يا فندم اسكت، انا اساسا مش قادر، طولي اقصر من السلم بتاع الباص ولا مشكله كبيره دي. طبعا شفتي حضرتك البعد خدته منين؟ من صاحب المشكله. محدش يقدر يوصل لها ولا يعرف ولا يفهمنا المشكله جايه ازاي. واتضح حاجه جميله جدا جدا، ان تجهيز البصات في حاجه زي الاسانسير يا فندم كده بتنزل عشان تطلع الشخص ليه المستوى اللي هو عايزه. صحيح. وهنتعجب ان المصنع اللي بيصنع الهيدروليك ده مصنع مصري، حاجه نفرح بيها. الله. بس نعمله عندنا بقى، يعني العالم بياخد مننا. طيب احنا كده ضربنا عصفورين في حجر واحد. يعني احنا كده مع انا عايز شفتي حضرتك في عندنا بنوفر الحياه السلسه. أيوه. لصاحب الاعاقه، بس كمان احنا بنشتغل وبننتج. مبدا في مثل عندنا الفلاحين بيقولوه، اللي ايده في الميه مش زي اللي في النار. وعندنا لا، واحنا الصعايده كمان بنقول، واحنا يا فندم قاعده صوفيه كمان، من ذاق عرف. اللي بيدوق الحاجه وبيعاني من المشكله هو ده اللي نسمع منه وهو ده اللي نتعلم أحياناً منه. احيانا يقول لك فقد الشيء لا يعطيه، واحيانا تانية يقول لك بالعكس ده فقد الشيء لك بقى حاجه. ده فقد الشيء ده ربما هو الاكثر قدره على الاحساس باهميه هذا الشيء. لا. لانه كان فقده. طب ده انا هوضح لك حاجه جميله جدا. شوف الدكتور عبد الهادي جاب كم من الناس وتواصل معاهم، وفي نفس الوقت دكتورة غادة والي والوزارة جابت ناس ومجتمعات وتواصلنا معهم. فده أصدر قانون وده عمل قانون، وما جينا ندخل الاثنين لقينا الاثنين متوافقين، وتناقش قانون الوزارة لأن في تطابق تام بالتعاون بيننا وبين اللجنة، ما كانش في انفصال. فاحنا سمعنا من ناس كتير. شفت يا فندم، شفت يا فندم فريق التيم ورك والعمل الجماعي بيعمل ايه؟ والله بصي شفتوا لما الحكومه، والله العظيم مش من باب اي مجامله، وحضراتكم عارفين احنا لسنا ممن يستضيفون الشخصيات العامه والضيوف واصحاب المناصب، فيعني يمجدون ويهللون ويكبرون ويمجدون في اعمالهم. حضراتكم عارفين الناس احنا اللي مش كده في صباح كتير. لكن بجد شفتوا لما الحكومه حطت ايديها في ايد، لما كان في نيه حقيقيه والحكومه حطت ايديها في ايد البرنامج.
البرلمان واشتغلوا مع بعض، ده قدم قانون ده قدم قانون، قعدوا عملوا ادماج للقانونين مع بعض، توافق وادماج، طلعوا بقانون مشرف ومحترم. شفتوا الفخر اللي في اصوات الناس اللي بتمثل البرلمان المصري وبتمثل الحكومه المصريه، بانه قد ايه فرحانين انه هذا القانون تم التوافق عليه واقراره بالامس بالاجماع. فندم لا هو ده يا فندم ما بنعرفش كده كل القوانين الثانيه. انا في نهايه الحلقه بقول ايه، انا بتقدم بالشكر كمان للناس اللي تعبت في القانون زي الدكتور نفين القباش واحمد الشحات. الناس دي بذلت مجهود مضني، الوزاره كلها يعني بص كانت يوم ورك بين المجلس والوزاره. فبشكر حضراتكم جزيل الشكر والله. انا لو عليا نستمر في هذا يعني الحوار ساعات طويله، وانا دلوقتي عندنا ايه، عندنا اجتماع مع النواب لمصالح الناس، لقضاء صحيح مصالح الناس. صحيح دلوقتي صحيح صحيح. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر الحقيقه سياده اللواء الدكتور طبعا، او يعني سياده اللواء الدكتور المستشار محمود محمد درويش المستشار السياسي وزير التموين. شكرا لك يا فندم، شكرا لك التضامن، كل الشكر لحضرتك، كل الشكر لحضراتكم. حقيقي احنا فخورين بالشغل اللي عملتوه، وجزيل جزيل الشكر لضيفي الكريم سياده النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن. دلوقتي بقى التضامن والاسره وذوي الاعاقه، التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الاعاقه، صح كده. في النهايه يا فندم أنا بهني شعب مصر على هذا القانون. مفيش حاجة اسمها أنا عملت ولا الحكومة عملت ولا مين فينا اللي عمل كتير جدا. صحيح. مش عايزين الأنا العليا دي عايزين نلغيها. إحنا المصريين عملنا. صحيح. البلد اللي عملت بجهدنا كلنا، يعني عايزين نلغي شوية حتة مش مهم مين اللي طلع. أنا بقول النهاردة الحكومة اشتغلت، مجلس النواب اشتغل، في عاملين في لجنه التضامن زملائي جوه، ما اقدرش اقول الاسماء طبعاً، انما كلنا تعاوننا مع بعض. كانت لحظه فخر عشان نقول مصر اخرجت القرار، لحظه أيوة اقرار القانون، قانون اعتقد لحظه مش هتنسوها. بقول لحضرتك حاجه مصر تفخر بيها عالميه، احنا بنفخر حضرتك عارفه بايه؟ لما رحنا المانيا وبنشوف البرلمان الالماني نسبه السيدات فيه قد ايه، ولقينا ان نسبه السيدات البرلمانيات في البرلمان المصري اعلى. فانا عايز اقول من خلال ده ايه، مصر تقدر، احنا عندنا امكانيات ان احنا نحقق وننجح. والنماذج دي مش معناها ان احنا عملنا وخلاص، كل ما نعمل لازم نشوف اللي ما اتعملش ايه. عندنا حاجات كتير عايزين نعملها، عايزين نسابق الزمن، عايزين نتصدى لحجم الضغوط اللي مفروضة على البلد دي. زي ما قلت لحضرتك تاني، مصر هتفضل محفوظة بأمر الله. بس الجملة المهمة اللي لازم نقولها في نهاية هذا البرنامج، ان احنا كلنا عايزين نتحدى الإعاقة، عايزين نتحدى المعاقات اللي بيحطوها لنا المنظمات العالمية وعايزين يكسروا الأمل، عايزين يكسروا الأمل فينا. لا احنا نقدر كمصريين ان احنا نعمل كل حاجة كويسة. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر حقيقي والله يا ست المستشار، والف مبروك لمصر ولذوي الاعاقه وسياده النائب دكتور عبد الهادي القصبي. بجد شكرا لحضراتكم جدا، كان حوار ممتع وادانا امل. وانا عايزه بس اقول حاجه كمان، ان احنا زي ما بنتوجه بالشكر وده شكر مستحق الحقيقه للبرلمان المصري وللحكومه المصريه ووزاره التضامن وكل اي جهه، نشكر حضرتك ان القيتي الضوء على قضيه مجتمعيه مهمه. شكرا. لازم توصل للمواطن. احنا طول الوقت الحمد لله هنا في البرنامج حقيقي من فتره طويله جدا، واحنا مهتمين جدا بالتعبير، وان دايما بيقول يا رب نبقى صوت من لا صوت له. ودي النقطة اللي أنا كنت عايزة أختم يا رب أوصل معاك يا فاطمة، يا رب أوصل معاك حالا إن شاء الله. إنه زي ما إحنا بنتوجه بالشكر لهذه الأطراف المحترمة اللي عملت بجد حتى إقرار هذا القانون بالأمس إن شاء الله بإذن الله بيطلع قدامنا للنور، كمان أنا عايزة أشكر كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة اللي ما يقش، اللي لم يجعل اليأس يتسلل إلى روحه وعقله، وفضل على مدار سنوات طويلة جدا بيطالب بحقه وبيطالب أنه يكون في هذا البلد قانون عادل يحميه ويعطيه حقوقه بالزبط. ويملي أيضا على فكرة هتشوفوا ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا بتكلم باسمهم إذا هم سمحوا لي، هتشوفوا هم هيضيفوا إيه للبلد، وهم هيشتغلوا إزاي، وهم هينحازوا للحفاظ على بلدهم إزاي.
بشكر حضراتكم جزيل الشكر، كل الخير يا رب ان شاء الله، ونتفائل تفائلوا بالخير تجدوه، نتفائل ان شاء الله انه ده يكون مشروع قانون خير على مصر كلها، وخير على اولادنا واخواتنا والمواطنين المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصه. وهنفضل ان شاء الله نتابع هذا الملف، وطرحنا ليه النهارده للمره معرفش رقم كام، دي البدايه بس، استعدوا كده عشان هنفضل طول الوقت ورا بقى الحكومه والبرلمان، يلا نفذنا ايه ويلا عملنا ايه. هنطلع مع بعض نشوف تقرير الحقيقه في يعني عن جنازه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح عيسى رحمه الله، اللي توفاه الله سبحانه وتعالى اول امس. بالامس كانت جنازته والحقيقه كانت جنازه كبيره جدا، عدد كبير من الشخصيات العامه وتلامذته واصدقائه، ويعني عدد كبير جدا من الناس كانوا بيودعوه الى مثواه الاخير بمقابر الاسره بطريق الواحات. كانت الجنازه شيعت بالامس في من مسجد الحصري بالسادس من اكتوبر. رحم الله الفقيد الصحفي الكبير الاستاذ صلاح عيسى الامين السابق للمجلس الاعلى للصحافه. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مباشره بقى، عندنا الجزء الاخير من هذه الحلقه، مجموعه منتقاه جدا من الاخبار الهامه جدا، خليكم معنا. عيسى كان بيرى المهنة يعني من 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 زاوية رؤيته للوطن كله، ايه اللي عايزه للوطن كله، وكان يرى انه للصحافة كأحد الحريات العامة وحرية التعبير كان يرى لها دور في المشروع الوطني اللي كان بيحلم به. صلاح عيسى قعد طول حياته بيدافع عن مجتمع ديمقراطي عن مواطن له الحق في التعبير، عن مهنة تكون صدى حقيقي للتعبير عن المواطنين وعن البسطاء في مصر. فقدنا قيمة وقامة، هو كاتب كبير عاصر الأحداث واعتصرته التجربة، كصاحب فكر موسوعي، وكان مؤرخ من مؤرخين الصحافة المصرية. فبننعي الصحافة المصرية فقدان كاتب كبير وقامة كبيرة، وبنسأل الله له الرحمة والمغفرة، ونسأل الصبر والله الصبر والسلوان لأسرته ومحبيه. الأستاذ صلاح عيسى رمز كبير من رموز الصحافة المصرية والعربية. الأستاذ صلاح عيسى انتخب عدة مرات في مجلس نقابة الصحفيين، شغل منصب أمين المجلس أعلى للصحافة أكثر من مرة. الأستاذ صلاح عيسى ترأس العديد من الصحف الخاصة في مصر. الأستاذ صلاح عيسى كان له دور مهم وبارز جدا في نقابة الصحفيين. الحقيقة الأستاذ صلاح عيسى سيظل باقي بكتاباته وبتلاميذه وبمقدمه للصحافة المصرية ومعاركه من أجل حرية الصحافة المصرية في كل مراحلها، من أول القانون 93 ومن قبلها، ونهاية بمعركة أداة التشريعات الصحفية الأخيرة، والتي كان صلدا في الدفاع عن حرية الصحافة، وكان هو المرجعية الحقيقية في الدفاع عن حرية الصحافة. يا صباح الفل على حضراتكم. النصف ساعة القادمة المقبلة نتناول فيها معاكم مجموعة من الأخبار الهامة جدا، وبعض الأخبار منها يكون معنا كمان مداخلات هامة. خلونا بس نبدأ الحقيقة بخبر أنا بشوف إنه الخبر ده لازم يتصدر كل الصحف والمواقع، ولازم في كل برامجنا نتكلم عنه، لأنه خبر مهم جدا. مش بس خبر، أنا شايفة خبر ذو مغزيين أو معنيين، الحقيقة إنه خبر بيبرق يعني السلطات المصرية اللي اتهمت طويلا، وللأسف اتهمت حتى من بعض وسائل الإعلام المصرية إنها يعني لم تتعامل بالشكل الأمثل، أو إنه الداخلية لها علاقة مباشرة بمقتل الطالب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. فده جزئية. والجزئية الثانية الحقيقة في هذا الخبر الهام اللي هبدأه حالا مع حضراتكم، إنه في اتهام مباشر إلى جماعة الإخوان الإرهابية،
وإلى بريطانيا أيضا وتحديدا جامعة كامبريدج البريطانية. وهذا الاتهام لم يأتي من مصر ولا يأتي من أي جهة إلا من الصحافة والإعلام والجهات بعض الجهات المسؤولة في إيطاليا نفسها. الحقيقة أنه المشهد تغير تماما، نستطيع اليوم أن نقول أنه فيما يتعلق بقضية ريجيني المشهد يتغير تماما. في مجموعة من وسائل الإعلام الإيطالية جددت اتهاماتها لجامعة كامبريدج البريطانية وقالت لها كده بالضبط يعني نصا أنه أنت كجامعة تتسطري على الإخوان وتخفي الحقائق في مقتل في ملف مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني داخل مصر. إيه اللي فجر الموضوع؟ هي مش أول مرة الحقيقة ده يحصل الاتهام ده، لكن هذه الاتهامات هذه المرة جاءت بشكل مباشر جدا، وده يمكن جاي في ذكرى مرور 23 شهر على مقتل الباحث الشاب اللي كان ضمن صفوف طلاب الجامعة البريطانية. أنا هستعرض مع حضراتكم مجموعة من الصحف عشان ايه يعني انا امبارح بتكلم مع زمايلي بقول لهم انا بحب جدا في مثل هذه النوعية من الاخبار ان انا يكون الرفرنس بتاعي او مرجعي الصحافة الغربية نفسها، فانا يعني مختارين لحضراتكم هنا بعض الجرايد الحقيقة اللي اتكلمت عن هذا الموضوع. انا عندي جريدة او صحيفة بريتشانسا، دي صحيفة إيطالية تقدروا حضراتكم تدخلوا على الجوجل وتعملوا بريتشانسا جورنالي أو صحيفة بريتشانسا الإيطالية. أصدرت تقرير مهم جدا، قايلة في التقرير ده مفاده يعني أنه بعد حوالي 23 شهر على هذا الحادث لا تزال الحقيقة مجهولة في الوقت اللي أسرة ريجيني بتعيش فيه طبعا، ويعني خلاص دخل على عيد ميلاده الثاني منذ مقتل ابنهم، آملين في معرفة الحقيقة الكاملة. والحقيقة أن الصحيفة الإيطالية كمان لما تقراها تقرأ هذا الخبر هتلاقي أنها يعني بتقدم إطراء وإثناء على التعاون اللي بتبديه السلطات المصرية في ملف التحقيقات المشتركة، وفي نفس الوقت كمان بتتكلم على فكرة أن الحكومة البريطانية وتحديدا مع جامعة كامبريدج لا يزالان حسب وصف الجريدة بيتسطران على جماعة الإخوان الإرهابية والدور المشبوه للعبته. أستاذة الجامعة، ومن هنا ربما يبدأ منح آخر في الكلام، أستاذة الجامعة مها عزام، دكتورة مها عزام نحن نعرف طبعا يعني أعتقد تم تناول موضوعها كثيرا من قبل، هي كانت بتشرف على أبحاث ريجيني، دي صورة دكتورة مها عزام كانت بتشرف على أبحاث اللي كان بيشتغل فيها ريجيني وهذه صورته طبعا قبل مقتله على طول. والصحيفة انتقدت مماطلة جامعة كامبريدج ومماطلة الدكتورة مها عزام اللي بترفض المثول أمام جهات التحقيق الإيطالية بالرغم من أنه في مذكرات رسمية كثيرة جدا متقدمة لاستجوابها. وقايلة الصحيفة أنه صمت مها عزام لن يدوم طويلا بعد ما تقدم نائب عام روما جوزيبي بيجناتون ونائبه سيرجيو كولاجيكو بطلب عمل تحقيق أوروبي موجه للسلطات البريطانية، وهو وداد يمكن بصدد دلوقتي في تبادل السجلات القضائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. التحقيق بيطالب بإيه؟ التحقيق بيطالب عمل استجواب رسمي لمها عزام والحصول على تسجيلات الهاتفية لها من تليفون من الموبايل بتاعها والتليفون الأرضي الثابت في الفترة دي المطلوبة يعني في التحقيق ما بين يناير 2015 لغاية 28 فبراير 2016. أعتقد أنه هذا كلام خطير ومهم جدا. من جهة أخرى عندنا الصحيفة قايلة ضمن تقريرها برضو صحيفة بريتشانسا قايلة كمان أن مقتل ريجيني ما أثرش على العلاقات بين مصر وإيطاليا. يمكن هنا نختلف شوية مع الجريدة لأنه لا طبعا يعني لو إحنا بنتكلم فير العلاقات بين مصر وإيطاليا تدهورت وتأثرت جدا بعد موضوع ريجيني وكان في اتهامات متبادلة. إيطاليا قالت أنه السلطات المصرية وحتى أنه الرئيس السيسي في إحدى زياراته أو يعني مقابلاته مع أعضاء من الحكومة هناك والمجلس الوزراء هناك والأعضاء البرلمان قال لهم يعني ما معناه أنه أنتوا منين جايبين الثقة والتأكد أنه الداخلية المصرية الشرطة هي اللي قتلت ريجيني، يعني إحنا لسه بنحقق ولسه ما وصلناش للنتيجة. فردوا عليه وده الكلمة الشهيرة، ردوا عليه قالوا له إعلامكم إعلامك هو اللي بيقول كده مش احنا اللي قلنا كده، الاعلام عندك هو اللي طلع وقال انه اكيد الشرطه واكيد الداخليه المصريه. فكان في طبعا توتر في العلاقات وما كانش في سياح ايطاليين بيجوا. فانا يمكن اختلف هنا في الجزئيه دي مع الجريده انها بتقول يعني انه هو اصلا ما كانش في مشاكل بين مصر وايطاليا، وبتقول انه العلاقات زادت قوه بين القاهره وروما
وبيتم تعزيزها يوم بعد الآخر في ظل التعاون الشفاف اللي بتبديه السلطات المصرية في التحقيقات الشاملة للتوصل إلى الجاني القاتل قاتل جوليو ريجيني. دي أول جريدة. هاخد لكم جريدة تانية بتتكلم برضو عن, وهي جريدة جورنالي تازمو. جورنالي تازمو برضو حضراتكم ممكن تدخلوا على المواقع وعلى جوجل تكتبوا جورنالي تازمو, هتلاقوها كاتبة مقالة برضو مهمة جدا بقى. مقالتها عبارة عن 5 علامات استفهام, كاتبة زي 5 أسئلة يعني عن مها عزام وعلاقتها بمقتل ريجيني في مصر في فبراير 2016 وامتناعها عن المثول امام النيابه العامه في روما, وفكره ان النائب المدعي العام طبعا بروما سيرجيو كولاجوكو زي ما قلنا بيقوم عايز يقوم بالتحقيق معاها وما الى ذلك. جورنالي تازمو كاتبه 5 اسئله. السؤال الاول, مين اللي اختار الموضوع المحدد لبحث ريجيني في مصر؟ البحث اللي كان ريجيني قبل ما يتقتل شغال عليه, مين اللي كان بيختار التوبيك او الموضوع بتاع البحث ده؟ رقم 2, ده السؤال الثاني, مين اللي اختار المعلم اللي هو المعلم يعني المشرف؟ حضراتكم عارفين اي رساله بحث او ماجستير او دكتوراه اي بحث بيتعمل بيبقى فيه مشرف. مين المشرف, مين اللي اختار ان المشرف ده يكون هو اللي بيتابع البحث ده بتاع ريجيني وهو طول ما هو كان شغال على البحث بتاعه؟ 3, مين المسؤول عن وضع نقاط الدراسه اللي بيقوم بها ريجيني في القاهره؟ 4, مين اللي حدد الأسئلة؟ حضراتكم عارفين أن أي بحث بيتعمل بيبقى فيه جزء استقصائي, ده يعني حاجة أنا بكلمها حاجة أكاديمية طبعا, استقصائي ده يعني لازم بتنزل الشارع توجه أسئلة للناس أو في الفيلد اللي أنت بتشتغل فيه, الفيلد اللي أنت بتعمل عليه دراستك أو بحثك أو كده, ففي أسئلة بتسألها الجريدة. رابع سؤال بتسأله بتقول مين اللي محدد الأسئلة اللي ريجيني كان المفروض بيسألها للناس اللي بيقابلهم أو للمسؤولين أو الناس المختلفة اللي بيروح يقابلهم في بحثه؟ رقم 5 وأخيرا آخر سؤال طرحه الجريدة, هل ريجيني قبل ما يتقتل سلم أي نتائج من بحثه ده لأي حد؟ لأنه لغاية دلوقتي محدش عارف. عشان كده الدكتورة مها عزام مطلوبة بشدة في التحقيقات, والكلام ده بقاله شهور طويلة وأرسل لها كثيرا حتى تحضر التحقيقات بصفتها يعني مطلوبة للتحقيق, عايزين ياخدوا أقوالها وبتمتنع عن الذهاب. المدعي العام في روما أكد أنه أرسل بالفعل إلى الجهات القضائية أيضا طلب تحديد والاستماع مع وجود في محققين إيطاليين لجميع طلاب جامعة كامبريدج اللي كانت دكتورة مها عزام بتدرس لهم, ومن منهم أرسل إلى القاهرة أو إلى أي دولة أخرى من الدول ما بين في الفترة ما بين عامين 2012 و2015. والحقيقة المدعي العام الإيطالي كمان مأكد أنه محتاج وعايز وطالب أن هو يعرف إذا ما كان هناك حالات أخرى مثل ريجيني ولا لأ, وأيضا معرفة لماذا قامت مها عزام بتحديد بحث ريجيني عن النقابات العمالية المستقلة التي تعمل في مصر. ده كان المحور بتاع البحث بتاع ريجيني, وحسب كلام المدعي العام الإيطالي أنه دكتورة مها عزام هي اللي مختارة هذا الموضوع, النقابات العمالية في مصر. لماذا اختارت مها عزام هذا الموضوع؟ والحقيقة أنها كمان الصحيفة متكلمة على نقطة مهمة جداً, إن وقت العثور على جثة ريجيني كان السبب الأكبر اللي كشف لهم في التحقيقات تورط الإخوان في مقتله إنها بتتزامن مع زيارة أكبر وفد اقتصادي إيطالي برئاسة وزيرة التنمية, وده بيعني بحسب ما جاء في التحقيقات الإيطالية على فكرة مش عندنا إن هناك من يريد أن يحرج الحكومة المصرية كما إنه يهدف طبعا لضرب العلاقات المصرية الإيطالية. أنا عندي كمان ودي نقطة مهمة جداً قبل ما أقفل الكلام بس في هذه الجريدة اللي هي زي ما قلنا إيه جورنالي تازمو, بتتكلم إنه الدكتورة مها عزام اختارت موضوع البحث بتاع ريجيني عن النقابات العمالية المستقلة اللي بتشتغل في مصر, مع إنه دكتورة مها عزام الدومين بتاعها أو التخصص الفيلد بتاعها في التنمية الاقتصادية في دول شمال إفريقيا. طب زي ما بنقول كده لما بنهزر مع بعض, إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ حضرتك دكتورة والدومين بتاعك في شغلك وفي عملك وفي أبحاثك في حتة معينة,
ليه وجهتي ريجيني انه يتكلم في حاجه معينه؟ دي كلها اسئله وتساؤلات، لا طبعا احنا لا نلقي اتهامات ولا غيره، دي اسئله وتساؤلات جايه في واقع التحقيقات الايطاليه، ولذلك الدكتوره مها عزام مطلوبه بشده في هذا التحقيق، وهي حتى اللحظه لا تذهب او تمتنع عن المثول امام الجهات القضائيه. على فكره انا قلت بس جارتين، كوريارا ديلا سيرا كمان دي صحيفه ايطاليه مشهوره جدا، وكوريارا ديلا سيرا بقى متكلمه يعني مينلي عن اسباب التعتيم على دور الدكتوره مها عزام في جامعه كامبريدج، وانها متكلمه انها اختفت لحوالي سنه بعد مقتل ريجيني بزعم معاناتها من حاله اكتئاب حاد. والجريده نفسها كوريارا ديلا سيرا بتقول ان الواقع يكشف ان دكتوره مها عزام لم يكن لديها اكتئاب، وانما كان او يعني مش ده السبب، انها كانت ترغب في ان تكون مختبئه عن العيون لمده كبيره بعد الحادث. انا عندي اسئله كتيره جدا بتتعلق بهذا الموضوع، موضوع الان بياخذ الحقيقه يعني منحنى تاني خالص مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه. في اسئله كتيره جدا، في كلام انه دكتوره مها عزام بالقطع تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، في كلام إنه بريطانيا السلطات البريطانية لا تريد أن أو ما زالت تقوم بالتستر على أمور كثيرة التحقيق ستفيد في التحقيقات الإيطالية، ولكن السلطات في بريطانيا لا تتعاون بالشكل الكافي. جامعة كامبريدج جنبها أسئلة وعلامات استفهام كثيرة جدا، وبالتالي ننتظر التحقيقات. إحساسي بعد ما قرأته في مجموعة كبيرة من الصحف الإيطالية اللي شاركنا حضراتكم في بعض يعني منها وبعض من أخبارها، احساسي انه هيكون في مفاجآت كثيره جدا عند الوصول الى النتائج النهائيه واعلان نتائج التحقيقات في قضيه مقتل جوليو ريجيني. بالمناسبه دي السفير الايطالي جان باولو كانتابني سفير ايطاليا في القاهره شارك في الاحتفال اللي نظمه المستشفى الايطالي في العباسيه بمناسبه اعياد الكريسماس وكريسماس وعيد الميلاد، والاحتفال ده هو الاول لسفير إيطاليا في مصر بعد أكتر من عام بسبب سحب إيطاليا طبعا سفيرها السابق إثر الخلافات اللي حصلت بين البلدين بسبب قضية ريجيني. نروح إلى الخبر، ناخد البنك ده خبر البنك الدولي يا شباب. نعم طيب، في خبر مهم جدا الحقيقه حضراتكم عارفين طبعا، كمان احنا متابعين زي ما متابعين كده قضيه ريجيني، كمان متابعين بقى يعني ما هو اهم من ريجيني موضوع الميه، لانه العالم كله اولا كل ما نسمع ان العالم يتحدث عن مجاعه مائيه وفقر مائي داخلين ليه ومشاكل كتيره جدا، واحنا ان شاء الله قريبا في صباح دريم هنفتح الملف ده تاني بتفاصيل اكتر ربما اكثر عمقا يعني في الموضوع. فاحنا كل ما نسمع ان العالم بيشتكي من ده نقول يا نهار ابيض، طب ده احنا بقى غير ان العالم كله يعني بيقال انه متجه لمجاعه وفقر مائي، ده احنا في مصر كمان عندنا مشكله تانية، عندنا مشكله ان في دوله يعني على يعني معانا في الاطار كده في المنطقه عايزه تبني سد وتامن مشروعات واستثمارات ليها، ومش مراعيه فكره الدفاع الدول الاخرى من نهر النيل. وطبعا احنا عارفين انه كان في مباحثات كتيره جدا، لكن النقاط الفنية ربما هي ما لم يتم الاتفاق عليه، وزي ما بنقول كده بالبلدي مشروع السد وصل لحارة سد تقريبا، يعني مشروع السد وصل لحارة سد ممكن نقول كده. عشان بقى الحارة السد دي ما نعطلش عندها كتير، مصر قدمت اقتراح ممكن يبقى محترم وهايل جدا، انه البنك الدولي يتدخل في الموضوع، يتدخل لحل التوترات دي مع اثيوبيا بشان سد النهضه اللي طبعا احنا عارفين انه بيهدد امننا المائي. الوزير سامح شكري الحقيقه وزير الخارجيه وصف البنك الدولي بانه طرف فني له راي محايد وفاصل، وقال ان الاعتماد على الدراسات يجب ان يكون هو العنصر الحاسم في حل هذه القضيه. الحقيقه كمان الوزير سامح شكري كان صرح ان مصر بتثق في حياديه البنك الدولي وقدرته على الاستعانه بخبراء فنيين على درجه عاليه من الكفاءه، وانه القاهره تعتزم طرح نفس المقترح على السودان خلال الايام المقبله، وكمان اشار الى الاتفاق الايطالي لاعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 اللي كان واضح في تاكيده على محوريه استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد. عندي نقاط كثيره جدا الحقيقه حابه اتوجه بها الى اتوجه بالسؤال عنها الى الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور طارق تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم.
رأي حضرتك يا فندم في طلب مصر من البنك الدولي التدخل لي يعني يلعب دور وسيط أو لمحاولة حل التوترات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة؟ الفكرة نفسها بتشوفها إزاي يا فندم؟ هو طبيعة الحال كما تعلمي الاجتماع اللجنة الثلاثية اللي كان في القاهرة فشل في الاستمرار في طرح الرؤى والتطورات، وكان من الواضح ان هناك مماطلة وعزف عن عزف الوقت بالنسبة للموقف الاثيوبي، فكان الاتجاه الى طرح افكار ربما تكون افكار خلاقة من مصر مباشرة، وكانت زيارة الوزير سامح شكري في هذا الاطار، بمعنى انها تقترح آلية جديدة لإدخال البنك الدولي. البنك الدولي ليس مجرد جهة مانحة كما تتصور البعض، إنما هو جهة يمكن أن تقدم الخبرات والاستشارات، ويمكن أن تشارك عدد من الخبراء في هذا الإطار. كان المقترح المصري يمضي في هذا الإطار، معناه إنه البنك يتابع ويراقب إذا توافق الجانب الأسيوبي على يعني تقديم المقترحات والتصورات ويقبلها، لأنه طبعا أعمال اللجنة الثلاثية توقفت، وهناك توقف مكبوت في العلاقة بين مصر والسودان بعد التصريحات العباسية التي خرجت بشأن حلايب وسلاتين، فبالتالي التحرك المصري يصب في هذا الاتجاه. هناك حقوق مصر الثابتة والموقف ثابت ولم يتزحزح، ولدينا قواعد القانون الدولي والتوارث الدولي معلومة، وبناء عليه لا يمكن لأي طرف أن يجادل هذه الحقوق المصرية. إحنا رجعنا عن إيدي كما تعلمين، ومشاركتنا في عن تيدي مرة أخرى وعودتنا لا يعني أننا سنقدم تنازلات أو نقبل بتنازلات في هذا الملف. الرئيس السيسي اعتبر القضية قضية حياة أو موت، وبالنسبة للجانب الأسيوبي كما تعلمي قضية تنمية، ففي يعني تباين وتجاذب في الأهمية، مع تقديرنا أنه الأمر يمضي في إطار مصالح دول حوض النيل بأكملها. طبعا هناك بالنسبة للجانب الأسيوبي مصالح مباشرة في هذا الإطار، لكن هناك أطراف أخرى إقليمية تسعى لتطهير أزمة إلى مصر. الحضور الخارجي في هذا الملف متزايد، بدءا من الدور الإسرائيلي ومرورا التركي ومرورا أيضا لدول ساعدت في عمليات التمويل والبناء والمشاركة وغيرها. فأعتقد إحنا في هذا التوقيت لا نناقش قضية الحقوق المصرية، فهذه ثابتة ومركزها القانوني قوي وواضح، و مصر لديها من الإمكانيات والقدرات الكثير عن الحقوق المصرية، وبالتالي القضية قضية ليست الآن قضية قانونية لأن هذه مثبتة، لكن السياسة هنا تتحدى شيء آخر حقيقي. السياسة تأتي في إطار طرح الأفكار والرؤى والتطورات، ومنها مقترح وزيرنا سامح شكري في هذا الإطار، بمعنى أنه يدخل طرف مهم يعني له من الإمكانيات والخبرات الكثير التي يمكن أن يعمل عليها زي البنك الدولي في إعادة قراءة الرؤية من جديد. أعتقد أنه هي خطوة مهمة، المهم أن يتجاوب الجانب الأسيوبي في هذا، لأننا نستشعر أن الجانب الأسيوبي يماطل في الوصول إلى ده. كان حيبقى سؤالي الثاني يا دكتور طارق، أنه البعض الحقيقة أو الكثيرون مش البعض يعني لم يتفائلوا كثيرا بردة فعل الجانب الأثيوبي، فخلينا نفترض ما يعتقده الكثيرون، ماذا لو اعترض الجانب الأثيوبي أو لم يبدي اهتماما حتى لتوصيات أو ل يعني مفاوضات البنك الدولي؟ يعني بطبيعة الحال بتأخذ مثل هذه الأفكار والرؤى طبعا يعني مزيد من التشاور مع الجانب الأسيوبي، لكن الجانب الأسيوبي اليوم يستقوي بأطراف أخرى، الأطراف الأخرى إقليمية ودولية، وسيراجع يعني سياساته وأراءه ومقترحاته مع الجانب السوداني، ويعود طبعا للمناقشة، لأن احنا في اللجنة الثلاثية كنا لا نتحدث فقط على أبعاد تقنية ومكاتب استشارية وخبرات، لما كنا نتحدث عن استراتيجية حركة متكاملة في هذا الإطار. أعتقد أنه بعيد عن التفاصيل لن يكون هناك مجالات كثيرة للمراوغة الأسيوبية، يعني إذا سألتني قولا واحدا هل القضية قضية مراوغة، هل القضية عدم يعني تجاوب، بالتأكيد هناك دبلوماسية موضوعة في هذا الإطار بتحرص الحكومة الأسيوبية على تنفيذها ومخططها، ولديهم خبراء في إدارة مشهد الملف الأمني البنائي وليس قضية سد النهضة فقط. وبطبيعة الحال هناك طبعا تصور موضوع في هذا الإطار، نحن
لم نبدأ بعد مفاوضات مباشرة حول سنوات الملء حضرتك والإجراءات والمباشرة لإجراءات اللي هتكون بها أثيوبيا خلال الفترة المقبلة وكيفية تشغيل المرحلة التجريبية للسد وتداعيات ذلك على حصة المياه وغيرها. وبناء عليه نحن نريد أن يكون هناك طبعا آليات مباشرة للتفاوض، ولابد أن نحط علما بالمراحل الإجرائية خاصة بخطط التشغيل التجريبية بفترة الملء في إجراءات كثيرة أوي فنية وتقنية ممكن حضرتك تناقش فيها، كل دي تحتاج إلى طرف آخر تفاوض، وهم لا يعملوا من جانب منفرد، بمعنى أن عملية البناء تتكامل وتستمر والمخطط المصري يمضي في إطاره. أنا أعتقد أنه مصر بتمد إيدها للجانب الأثيوبي حتى الآن طول الوقت الحقيقة. والحقيقة دكتور طارق يعني قدمنا الكثير جدا من حسن النوايا وقدمنا الكثير من الأفكار الإيجابية وأبدينا الرغبة الشديدة طول الوقت في التعاون. يعني الحقيقة احنا من أول يوم موقف مصر الحقيقة بيدرس في مثل في إدارة مثل هذه الأزمات أو المشكلات. يعني أقول لحضرتك أنه صبر مصر طويل ليس في هذا الملف، ولكن لاعتبارات معينة تعلمينها جيدا مرتبطة بملف الأمن الغنائي لمصر والأمن القومي بصورة أو أخرى وبناء عليه في إجراءات تتخذ بطبيعة الحال، ليس مجالها طبعا الحديث بوسائل الإعلام، لكن أعتقد أنه القنوات الدبلوماسية مستمرة وهناك يعني تحرك على مستوى كبير. هناك طبعا إجراءات عديدة ستستنفذها الدولة المصرية قبل الوصول إلى الخيارات، أرجو أن تكون صفرية في هذا الإطار، وعلى الجانب الأثيوبي أن يتفهم هذا لأن مصر دولة كبيرة وحقوقها كما أشرت ثابتة ومركزها القانوني قوي وواضح. صحيح. لا يمكن أحد أن يجادل في هذا الإطار. أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. حياة دكتور طارق، أنا عارفة يا شباب معنا فيديو معنا الخبر الأخير ده لازم نقفل بيه الحلقة أرجوكم. دكتور طارق فهمي الحقيقة كان بيتكلم يعني في وسط كلام كده كان بيتكلم على بعض التصريحات اللي ملهاش لازمة الحقيقة، يعني اللي صدرت مؤخرا بخصوص حلايب وشلاتين من 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 الجانب السوداني يعني أو أيا كان. الحقيقة بس عايزة أبدي حاجة بدون الدخول في الموضوع ولا تفاصيل ولا أي حاجة عشان بس الوقت، يعني أنا معجبة جدا جدا بموقف الدولة المصرية في موضوع حلايب وشلاتين اللي هو أيوة تفضلوا إيه يعني في إيه خير يعني مالها حلايب وشلاتين يعني احنا بنتكلم في ايه اصلا؟ اسكندريه مثلا ما هي مصريه يعني سوهاج مثلا حد بيسال سوهاج مصريه ولا لا؟ برضو حد بيسال مثلا حلايب وشلاتين مصريه ولا لا؟ يعني تحس كده ان في يعني مش عارفه اوصفها الحقيقه، مش عارفه الاقي لها توصيف، بس معجبه جدا بالاداره يعني مالها حلايب وشلاتين؟ ها عايزين ايه يعني؟ فامبارح كان في لقطات كده الرئيس كان قاعد فيها مع اكتر من وزير، واعتقد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان معاه مجموعة أخرى من السادة المسؤولين والوزراء. وبعد الاجتماع بشوية كده لقينا إعلان من وزارة الأوقاف إن وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة بيعلن عن تكثيف أنشطة الوزارة الدعوية والاجتماعية بمحافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء، وإنه سيؤدي إن شاء الله صلاة خطبة وصلاة يوم الجمعة المقبل بمدينة حلايب المصرية طبعا يعني. وأكد كمان إنه تلك الأنشطة ستتضمن تكثيف القوافل الدعوية التابعة للمحافظتين ورفع كفاءة 270 منزل في قرية الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وكمان إنشاء 100 منزل هدية من وزارة الأوقاف لأهالينا مواطنين المصريين في مدينة حلايب. وده هيكون من الموارد الذاتية، الميت منزل دول من الموارد هدية للمواطنين المصريين في حلايب من الموارد الذاتية للوزارة. شيء يعني الحقيقة محترم جدا، لازم نبقى كده، لازم الناس اللي هناك واللي بعيدة واللي على الحدود ما تحسش أبدا إن هي مهمشة وتكون معانا طول الوقت. الحقيقة بقى بمناسبة إن احنا أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة إن شاء الله، هنبدأ بقى في السؤال بقى السخيف اللي أنا بحبش السؤال ده بتاع هتسهر فين في رأس السنة. عارف والله سؤال تحس منه بوجع كده يعني عايز يعني في البيت ايه المشكله يعني، فهتسهر فين في راس السنه؟ بمناسبه بقى يعني راس السنه طبعا من كل بيسال على التامينات، وده موضوع بيهم الناس كلها. في عناصر بالفعل من القوات المسلحه بنطاق الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه بدات بالفعل في الانتشار الموسع لمعاونه الاجهزه الامنيه في وزاره الداخليه انها تتم عملها وتقوم بعمليات التامين اللازمه
في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الجديد لحماية منشآت والمرافق العامة ودور العبادة طبعا من مساجد وكنائس وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع مرة تانية. في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية. حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون. الحقيقة كنت بقول حالا يعني لزملائي غريبة قوي ان انت وصلت لمرحلة يعني انه انت بتحارب دلوقتي او بتواجه ارهاب اسود بكل المعاني والمقاييس، انك وصلت لمرحلة ان انت بقيت لما بتقول تأمين دور العبادة بتقول تأمين دور العبادة وانت بتقصدك دلوقتي على الكنائس والمساجد. وطبعا حتى لما كان قصدك على الكنائس بس ده شيء مرفوض، ان يعني اي دار عبادة مكان مقدس، بس قصدي ان انت دلوقتي حتى بقيت بتأمن المساجد كمان. الارهاب خلاص كشف وشه لدرجة انه بقى بيقول للعالم كله انا مش مسألتي انت مسلم ولا مسيحي ولا سني ولا شيعي ولا درزي ولا معرفش، انت مش مشكلتي، ده مشكلتي حاجات تانية كتيرة جدا. اخر خبر هنختم بيه النهاردة ولازم اختم بيه، خبر غريب جدا وعجيب جدا. شركة صينية اجبرت الموظفين فيها على ان هم يدوا بعض بالقلم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لك ان احنا عملنا دراسات وابحاث وده كان في حفل سنوي كبير اقامته الشركه للموظفين فيها. هنشوف يا شباب اللقطه اللي فيها الصفع بالقلم، هو ده، بصوا طخ تيخ تيخ، ده مش بيتخانقوا، ده كده بيحسنوا العلاقه وبيجاملوا بعض. فتيات عاملات في الشركه بيدوا بعض بالقلم. اه والله ده خبر حقيقي، والشركه الصينيه دي نشرت الخبر على موقع العربيه دوت نت، والفيديو ظهر الحقيقة في عشرات الفتيات اللي بيشتغلوا موظفات في الشركة دي بيدوا بعض بالقلم واقفين على البوديوم في حفلة الشركة. الشركة بقى عاملة حفلة آخر السنة وبتاع، واقفين في حفلة وراحت مدية، فالناس طبعا قالوا للإدارة في الشركة دي انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ فقالت الشركة ردت قالت احنا عملنا دراسات وأبحاث واكتشفنا انه الضرب بالقلم بيعمق العلاقات ويحسن العلاقات بين العاملين والموظفين مع بعضهم البعض. انا محتاجه بعد اذنكم بس ساره ودينا، مين معايا من الشباب؟ رانا كمان موجوده. انا عايزاكم بعد الهوا لو سمحتوا، محتاجه احسن العلاقه معاكم شويه. ناخد ممكن جدا استاذ احمد صقر ينضم لينا يحسن معانا العلاقه برضو، كلنا محتاجين نحسن العلاقات مع بعض في صباح دريم. بشكركم وصباحكم يا رب جميل وزي الفل ان شاء الله. بشكركم على حسن المتابعه، بكره بعض ان شاء الله تكون معاكم حلقات صباح دريم ويك اند، وانا باذن الله لو لينا عمر ارجع اقابل حضراتكم مره ثانيه السبت القادم 9 صباحا في صباح دريم.